بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها، أمين. بنعمة الله نختم هذا الكورس اليوم. طبعا احنا منهجنا في الدراسة نشرح بالتفصيل الأحداث والأفكار، بنعتمد على مراجع عديدة معظمها قديم ومراجع أخرى من مرجعيات خلقدونية. الموضوع كان ممكن يختزل ويختصر بصورة أكثر من ذلك بكثير لو أن الأمر مجرد إعطاء فكرة عامة كخلاصة، ولكن لأن الموضوع موضوع خلافي جدلي، وهذا الخلاف تاريخي ولاهوتي في آن واحد، فكدراسة متخصصة ما ينفعش الاختزال لفكرة سطحية بسيطة بدون برهان، ولا سيما بيبقى فيه روايات وجهات نظر مختلفة. وهذه الدراسة بتكون للمتخصصين، عشان كده دي كورسات لاهوتية متخصصة. ممكن لما يكون ناس يحب ياخدوا فكرة، ممكن الكورسات دي كلها ممكن بنلخصها في محاضرة واحدة أحيانا زي المحاضرة بتاع المقدمة دي، لتلخيص شامل للكل بدون تفصيلات. النهاردة زي ما نقول هنختم الكورس دوت. المرة اللي فاتت وصلنا ان كيف انتزعت الموافقة من اعضاء المجمع على توماس لاون فيما عدا الأساقفة المصريين، لم يوقعوا عليها، أعلنوا إيمانهم بالتفصيل وحرموا ما ينسب لأطاخي، بحيث لو عشان يغلقوا الباب إذا كان قال فاللي بيقول كده محروم، لأننا بكل الأحوال لا نقبل هذا الفكر المنسوب لأطاخي. لكن كان في خطة موضوعة للمجمع ان مع توماس يكون في تحديد للإيمان. طبعا الفكرة ديت بينسبوها الكتاب للإمبراطور ورجاله، ولكن أنا أعتقد أن وراء هذه الأفكار سؤدوريتوس، لأن هو أصلا اللي دعا لهذا المجمع كما ذكرنا من قبل. فبعد نجاح السياسة الإمبراطورية في انتزاع موافقة المجمع على توماس لاون، كانت هناك خطة أخرى أيضا لدى الإمبراطور ماركيان وبلخاريا لكي يجعل المجمع يقر صيغة عقائدية يتم بواسطتها توحيد الكنيسة في الشرق. يعني تقول لهم لما يكون بقى في صيغة واحدة الكل يلتزم بيها يبقى في ضمان ان الامبراطورية في الشرق كلها يبقى فكر واحد، ما فيش انقسامات. طبعا الفكرة من الناحية السياسية يعني تدخل الدماغ. توحيد الكنيسة في الشرق تحت القيادة العليا لقرص القسطنطينية، وده هدف سياسي اخر، ان كما في الدولة تكون في الكنيسة يبقى القيادة العامة للكنيسة في القسطنطينية، ومن خلالها يقدروا يتحكموا في الكنيسة في الشرق كله.
ورغم أنه في أكتوبر كان الأساقفة مجمعين على معارضة فكرة صياغة تعريف جديد للإيمان، لأن الأمر ده محرم من مجمع نيقيا ومجمع أفسس أن يتحط تحديدات جديدة، لكن ممثلو الإمبراطور أصروا على ذلك، ولهذا حضر الأساقفة الشرقيون في جلسة يوم 22 أكتوبر ومعهم مسودة صياغة لإقرارها من المجمع. في ناس احنا طبعا بنقول بنستعير مراجع او اقتباسات من مراجع خلقدونية، فهنا سيلرز بيقول: مرة اخرى عندما تم تقديم انصار اطاخي. يقصد ايه بانصار اطاخي دول؟ اللي بيقولوا بالطبيعة الواحدة، ولا بيقولوا الناسو التلاشى؟ طبعا اللي بيقول طبيعة واحدة كان هو ده أنصار أطاخي. يعني عندما تم تقديم أنصار أطاخي في نفس الجلسة، وجد أن هؤلاء أيضا رفضوا بشدة قبول أي إضافة إلى إيمان نيقيا. قبل افتتاح المجمع كانوا قد اشتكوا إلى الإمبراطور من أن مضطهديهم يطالبون بالاشتراك في صيغ عقائدية معينة. تمت قراءة طلبهم وكذلك رسالتهم إلى المجمع. في هذه الرسالة طلبوا أن يقبل ديسكوروس لأن إدانته كانت تتعارض مع تأكيد الإمبراطور أنه في خلق دنيا فقط سيتم تأكيد إيمان نيقيا. الإمبراطور أعلن إحنا مش هنعمل أكتر من تأكيد إيمان نيقيا، لكن فوجئوا بأمور أخرى حصلت في خلق دنيا وأكدوا أن هذا كان إيمانهم، وأصروا في إلحاق خطابهم بقانون إيمان نيقيا وعقيدة أفسس، وعلى أنهم لا يستطيعون عقد شركة مع أي شخص يعارض نيقيا وأفسس، ولقد رفضوا أن يتأثروا بحجة رئيس الشمامسة إيتيوس اللي هو كان الكاتب أو السكرتير المجلس الشماس اللي ماسك بيقوم بقراءة الوثائق، الذي أوضح أنه في حين أن المجمع التزم بشدة بما تم تحديده في نيقيا وأفسس في ضوء الجدل القائم، فقد اعتبر أنه من الضروري أن تكون كتابات كيرلس ولون لا ينبغي قبولها على أنها توسعة للإيمان والعقيدة، ولكن كتفسير لها ضد كل من نسطور وأطاخي. بقى في تلاعب، قالوا توماس لون ده مش هيبقى تحديد إيمان، ده يعتبر شرح للإيمان، ويسووه بكتابات كيرلس. يعني كيرلس ولون ده يعني شرح اليوم. أولا كتابات القديس كيرلس أقرها مجمع، فما بقتش تحديدات شخصية، يعني لها قوة المجمع. ومجمع أفسس نفسه حرم اللي يدي يعمل أي إضافة أو حذف لتعريفات الإيمان، ودي الحجة برضو اللي بنقولها، ان هم بيقولوا عمل كان في صيغه ايمانيه بتاعه 433 استحاله ان تتم بعد مجمع افسس اي صيغه جديده لتحديد الايمان، لان دي من سلطه المجمع مش من سلطه شخص مهما كان. يعلق سيلرز يقول: قد أدى عناد الأساقفة المصريين وأنصار أطاخي بالإضافة إلى الشهادة التي قدمها بعض رئيس المتوحدين مناهضون لأطاخي إلى أقناع المفوضين بأنه يجب عليهم الآن إقناع المجمع بالحاجة الملحة إلى تحديد وضع تعريف للإيمان، حيث سيطلب من الجميع قبوله
وفقا لتوجيهاتهم. بدأ أناطوليوس في رئاسة المؤتمرات التي عقدت في مساكنه، يعني كلف أناطوليوس بأن يتعمل مؤتمرات للدراسة تحديد الإيمان ده. هذه على ما يبدو اختتمت في 21 أكتوبر، عندما تم الاتفاق على صيغة عقائدية في هذا الاجتماع. لم يكن المندوبون البابويون حاضرين، أما قعدوا مع أناطوليوس وعملوا صيغة. ما كانش النواب البابا موجودين. قرأ الصيغة إكسيليبيادس شماس الكنيسة الكبرى في القسطنطينية عندما اجتمع الأساقفة في الجلسة الخامسة في اليوم التالي 22. ولسوء الحظ لم يتم تسجيل هذه الوثيقة المهمة أو المسودة الأولى لتعريف المجلس للإيمان في المحضر، ولم يصلنا سوى القليل من الأدلة بخصوص محتوياتها. ليه؟ لأن الصيغة دي رفضت. هنعرف ليه. يعلق صامويل في كتاب إعادة فحص، يقول على الرغم من ذلك يمكننا من خلال الجدال الذي دار بعد قراءتها أن نستنتج أنها لم تكن تحتوي على عبارة الأنطاقيين طبيعتين بعد الاتحاد، ولا على عبارة في طبيعتين التي في طوموس لون، ولكنها فقط على عبارة البابا ديسكورس من طبيعتين، تحتوي على عبارة من طبيعتين، كما أنها لم تستخدم كذلك مصطلح سيوتوكوس في الإشارة إلى العذراء مريم. وعندما انتهت قراءة المسودة اعترض يوحنا أسقف جرمانيكا على إقرارها، وهنا تقدم أناطوليوس محاولا أن يدفع الموضوع وسأل المجمع قائلا: هل يرضيكم هذا التعريف؟ وفي الحال رد الأساقفة باستثناء مندوب روما وبعض الشرقيين بأنه تعريف مقبول وأنهم يريدون إقراره. وسأل أناطوليوس ثانية: هل أرضاكم ها جميعا هذا التعريف بالأمس؟ فرد عليه الأساقفة بالإيجاب الشديد وأضافوا أنه ينبغي إقرار مسودة الصيغة بدون أي حذف، ولكن مع إدخال مصطلح سيوتوكوس في الإشارة إلى العذراء مريم. قالوا له: كويس قوي، بس يضاف عليه كلمة إيه؟ سيوتوكوس. وده يورينا يا جماعة أن رغم أن في أسقفة كتير في خلق دنيا أجبروا واضطروا على قبول توماس لون، لكن في داخلهم مش راضيين، فجم في تحديد الإيمان اللي المجمع عايز يعمله عملوا حاجة تضاد توماس لون، كنوع من يعني حاجة تبطلها أو يعني إيه تقلل من قوتها. ويقول سيلر: من الجدير بالذكر أن آخر المداخلات في هذه المرحلة، أي بعد أن تم التعبير عن ذلك بشكل صحيح، أن التعريف يسعد الجميع، الكل راضي عليه، وأنهم لا يؤمنون بخلاف ذلك، وأن هذا كان إيمان الآباء والأرثوذكس، وأنه يرضى الله. وأن غالبية الأساقفة عندما سألهم أناطوليوس ما إذا كانوا راضيين عن الوثيقة، قبلوا الوثيقة مع صيحات الموافقة، قالوا إنها أسعدت الجميع، كانت إيمان الآباء، ومن يفكر خلاف ذلك كان هرطوقيا وينبغي حرمه.
وطبعا هو بيعلق بيقول صرخة بالتأكيد تقريبا موجهة ضد أسقف جيريمانيكا اللي هو يوحنا أسقف جيريمانيكا اللي هو اعترض عليها، فبيقولوا ينبغي حرمه وأنه يجب طرد من لا يحرم نسطور. يعني في شبه إجماع على هذه الصيغة، ومع ذلك لم يكن المندوبون البابويون بهذه الحماسة بأي حال من الأحوال، وسرعان ما لاحظ هؤلاء أن البيان العقائدي لا يحتوي على ذكر مباشر لطبيعتين وهي عبارة أساسية للفكر الكريستولوجي الغربي، وواحدة لها مكانة بارزة في توماس لون. دي أساسية، أما يقول من طبيعتين مش في طبيعتين كأنه بيناقض التومس. ففيما يتعلق بموقفهم قالوا ايه بقى مندوب لون؟ اذا لم يحضر الاساقفة وثائق اكثر توافقا مع رسالة لون سيطلب المندوبون جوازات سفرهم ويعقدون مجمعا في الغرب. اذا ما جبتوش حاجة متوافقة مع توماس لون هناخد اوراقنا ونمشي نعقد مجمع في الغرب عندنا. ويعلق سمول على ذلك يقول لقد وضحت هنا وجهة نظر روما في النزاع الدائر، فالأمر ليس أن المجمع ينبغي عليه أن يقوم بصياغة الإيمان في ضوء التقليد الراسخ، ولكنه يتعني عليه أن يتبنى وجهة النظر اللاهوتية التي قالها أسقف روما سواء كانت تتفق مع التقليد أو لا. طبعا أول لما قالوا كده إذا ما كانش في صيغة أو وثيقة تتفق مع توماس لون ناخد بعضنا ونمشي، فطبعا ديت حاجة المسؤولين السياسيين والمفوضين ممثلي الإمبراطور آخر حاجة ممكن يعملوها، أن يكون هناك قطيعة مع الغرب، لأن قلنا كان مرقيان له مصالح في تأييد لاون وإمبراطور الغرب لتتويجه على العرش. عشان كده بيقول سيلرز بقى يقول لذلك طرحوا يقصد المفوضون أنه يجب تشكيل لجنة مجمعية، أنه اقترح تشكيل لجنة مجمعية مؤلفة من ممثلين عن الشرق وأفريقيا والليريكوم وبنتوس وتراكيا تحت رئاسة أناطوليوس وبحضور المندوبين، مندوبين لاون يعني. لكن غالبية الأساقفة لم يستمعوا إلى الاقتراح وأعلنوا أن البيان كان تعريفا للأرثوذكس مما أسعد الجميع. للأسف احتجوا قالوا لا البيان ده كويس وأسعدنا كلنا. وعندما حاول يوحنا أسقف جيريمانيكا التحدث مرة أخرى صرخ عليه وهتفوا قائلين اطردوا النساطرة. أحيانا كانوا زي ما بيجبونه في وقت بيعقبها حتة شجاعة شوية يعبروا بيها، اطردوا النساطرة. فكان الإعلان قويا بأن التعريف أرثوذكسي، الروح القدس أملى التعريف، دعوه للتوقيع في الحال، من لا يوقع فهو هرطوقي. في إصرار
ان هو ده بقى التحديد اللي احنا ايه عايزينه. كبرت في دماغهم المرة دي، لكن نشوف اللي هيحصل ايه. اللي قال الفقرة الأولانية اللي قلناها دي كان سيلرز، ده خلق دوني. بدأ ممثلو الإمبراطور يجادلون الأساقفة قائلين، بدأوا يتبعوا بقى أسلوب سياسي، لقد قال ديسقورس أنه تم عزل فليفيان لأنه كان قد أقر بالطبيعتين. وتعريف الإيمان هذا يتضمن عبارة من طبيعتين التي قالها ديسكورس. قالوا لهم الله، انتوا بتقولوا زي ديسكورس، مش احنا قدينا الحل اللي في لبيان وبرأناه، ان ديسكورس اتهموا ان بيقول بطبيعتين وديسكورس بيقول من طبيعتين، يعني انتوا بتقولوا زي ديسكورس كده. هنا بقى يقول كانت لدى أناطوليوس إجابة سريعة، حيث قال لهم إن ديوسكوروس لم يحرم بسبب أمر يتعلق بالإيمان، ولذلك فليس من الخطأ في شيء أن نحتفظ بالموقف الذي أكده. ودي كانت شهادة علنية أرثوذكسية إيمان البابا ديسكورس. فهنا بقى الأمر هيخرج من إيد المفوضين وهيخسروا الغرب، فحبوا يزنقوهم بقى بطريقة أخرى. يقول عندئذ فإن القضاء حاولوا بطريقة أخرى، سألوا الأساقفة عما إذا كانوا قد قبلوا توماس لون، وهؤلاء أجبروا على الرد بأنهم قبلوها ووقعوا عليها. ثم ناقش المفوضون بأن ما ورد فيها في التوماس يعني يجب أن يدرك في الصيغة العقائدية. مش انتوا وقعتوا على توماس لون ولا لأ؟ قالوا وقعنا. قالوا خلاص، اللي جه في التوماس هو اللي لازم يدرك في الايه، في الصيغة العقائدية. لكن الأغلبية رفضت مرة أخرى تغيير موقفها، ورأى الأساقفة إنه بما أن الصيغة لم تكن ناقصة بأي حال من الأحوال، لم يكن هناك حاجة لأخرى، واستمروا في الصياح بأن ما هو مكتوب في الطومس قد تثبت، خلاص ثبتناه، وأنه يجب يوقع عليها كما هي قائمة. يعني احنا خلاص ثبتنا دي، وقع عليها بقى، عايزين يعملوا ايه؟ نوع من التوازن شوية. فبيقول في ارتباكهم اللي هي الممثلي الامبراطور، التمس الضباط الامبراطوريين نصيحة الامبراطور الذي نوى أن يتجنب كل شبهة من الطغيان، وأمر بأن يجب قبول الاقتراح بتشكيل لجنة من الأساقفة، أو إذا تعذر ذلك أن كل أسقف يجب أن يعلن إيمانه كتابة من خلال المطارنة، أو إذا ظل المجمع يرفض تقديم تعبير واضح للإيمان فإنه ينبغي عقد المجمع في الغرب. ولكن مرة أخرى كانت هناك اعتراضات، وصاح المجمع لتكن الصيغة قائمة أو نغادر. المرة دي مين اللي بيقول نغادر؟ الأسقف. هؤلاء هم نصاطرة، دعوهم يذهبون إلى روما، يروحوا روما. هم عايزين إيه؟ مش وقعنا لهم على التومس، عايزين إيه تاني؟
كفاية يروحوا روما. وعلى الرغم من خضوع الإليريون لسلطة النائب البابوي في تسالونيكي، في مجموعة من الأسقفة كانوا كنسيا تابعين لروما، هم أيضا صرخوا بصوت أعلى من البقية يؤيد الصيغة دهيت، مما يدل أو يظهر قد إيه كان الإيمان الأرثوذكسي متأصل ومنتشر ومعروف والناس متمسكة به حتى هذه اللحظة. لما القضاء بقى أو ممثل الإمبراطور شافوا كده، يقول من ثم واجه القضاء المجموعة التي قبلت الطومس، تعالوا اللي وقع على الطومس، بسؤال مباشر: انتوا بقى قولوا لنا موقفكم بصراحة، أيهما تتبعون، لاون أم ديوسكوروس؟ يعني اللي بيقول في طبيعتين ولا من طبيعتين؟ لاون أم ديوسكوروس الذي يقبل من طبيعتين لكنه يرفض تعبير لاون طبيعتين؟ طبعا هم كانوا وقعوا على الطمس. يقول: وأجاب الأساقفة على هذا السؤال كما يؤمن لاون هكذا نحن. المرة دي بقى بصوت ايه؟ الأول كانوا بيصرخوا، دلوقتي لا، كما يؤمن هكذا كذلك نحن. أولئك الذين يخالفون عقيدتهم أتباع طاغي. قدم لاون عرضا حقيقيا للإيمان. يكمل سيلرز بيقول: يمكن للمفوضين الآن أن يقرأوا وجهة نظرهم وفقا لحكم لاون، إذن يجب أن تعلنوا في الصيغة أن طبيعتان متحدتان بدون تغيير وبدون انقسام وبدون امتزاج في المسيح. طالما كده يجب أن تحطوا في الصيغة بقى إيه اللي قاله لاون. وبناء على طلب جميع الحاضرين تعينت لجنة من الأساقفة لتنفيذ العمل. هؤلاء مع أناطوليوس والمندوبين الرومانيين والمفوضين انعزلوا الآن في كنيسة القديسة أفومية. هكذا نقحوا الصيغة التي بينما تحتفظ بالجزء الأول من اعتراف فيليبيان، قاموا بصياغة جديدة تماما الجزء الثاني، حيث استخدموا الاقتباسات من كيرولوس وتوموس لاون وترتليان ووضعوا بيانهم المركزي: نعترف المسيح الواحد نفسه الابن والرب معروف في طبيعتين بدون امتزاج وبدون تغيير وبدون انقسام وبدون انفصال. يعني اضطروا للآخر لما زنقوهم فحطوا التحديد الإيمان بتاع خلق دنيا متوافق تماما مع طوموس لاون. كل اللي عرضناه ده كان معظمه السيلرز. ميخائيل الكبير يروي أيضا أنه بعد أن قدم الأساقفة مسودة لتحديد الإيمان تحتوي على تعبير من طبعتين وقبلت بالتأييد من الأغلبية ولكنها لم ترضي نواب لاون، فقال الرؤساء: كان ديوسكوروس قد قال. أنا بجيب يا جماعة رواية منه ومننا التأكيد للحدث، يعني زي ما بنقوله في منهم أقروه. كان ديوسكوروس قد قال أنه عزل فيليبيانس لأنه قال بالطبيعتين، في حين أنه جاء في التحديد من طبيعتين. قال أناطوليوس القسطنطيني أن ديوسكوروس لم يعزل بسبب الإيمان، بل لأنه منع تلاوة طوموس لاون ودعي ثلاث مرات للمجمع ولم يلبي. فسألهم الرؤساء: هل تقبلون طوموس الأسقف لاون؟ صح الأساقفة: قبلناه ووقعناه.
قال الرؤساء إذن ليضم محتواه إلى التحديد. قال الأساقفة لا يجوز إضافة تحديد آخر، فالتحديد أيد التومس إن رئيس الأساقفة لون يؤمن بما نؤمن نحن، لأن التحديد يتضمن إيمانا حقيقيا. إن لاون قال بما كان يؤيده كيرلس إيمان واحد معمودية واحدة ليتنزه التحديد من الغش. قال الرؤساء لنرفع هذه الأقوال إلى مولانا الملك المؤمن، فأوفدوا إلى البلاط رسولا يدعى برنيكيوس، ولما عاد أخبر المجمع بما يلي: لقد أمر مولانا المؤمن إما أن يعمل بحسب اقتراح الرؤساء الأجلاء والأساقفة الأتقياء بانتخاب 6 من الأساقفة الشرقيين و3 من بنطس و3 من آسيا و3 من تراكيا و3 من الليريقيون ليجتمعوا مع رئيس الأساقفة أناطوليوس ونواب روميا في هيكل الشهداء ويضعوا صيغة الإيمان يتفق عليها الجميع، أو إذا لم يستحسن هذا ليكتب كل واحد من الأساقفة صورة إيمانه بواسطة مطرانه لكي لا يكون مجال الشك أو انشقاق. فإن لم تقتنع قدساتكم بهذا فليكن معلوما لديكم أن الغربيين سيعقدون مجمعا آخر، لطالما أن هذا المجمع لم يضع حدا للخلاف فيما يخص الإيمان الحقيقي. فصاح الأساقفة ليعش الملك ليقبل التحديد وإلا انصرفنا. فقال فلان: نرجو قراءة التحديد، ومن يعاند ولا يوقع فلينصرف، نحن نوافق على ما وضع بصورة جيدة. قال أساقفة الليريقيون: إن الذين يعاندون هم نصاطرة فليمضوا إلى روميا. قال الرؤساء: لقد قال ديسكورس إني أقبل عبارة من طبيعتين وأرفض عبارة بطبيعتين، ويقول رئيس الأساقفة لون إن في المسيح مخلصنا طبيعتين متحدتين، فأيا منهما تتبعون، للقديس لون أم لديسكورس؟ صح الأساقفة: نؤمن كما يؤمن لاون، والذين يعاندونهم أوطاخيون. قال الرؤساء: أضيفوا إذن إلى التحديد الاعتقاد بطبيعتين متحدتين في المسيح بنفس الطريقة اللي قلناها يعني قبل كده. وبعد أن خرجوا وجلسوا مع المستشارين قالوا: نسأل المجمع أن يستمع بتمعن إلى تفسيرهم لما حدده الآباء القديسون بالنسبة للإيمان. يعني بيأكد الرواية متوافقة من خيل الكبير يمثل الأرثوذكس، يعني من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، إن كان في إجماع إن يتقال من طبيعتين وفي التحديد الإيمان اللي اتعمل الأول، ولكن مع إصرار نواب لاون وبعض الشرقيين ومصلحة الإمبراطور، فتم الضغط مرة أخرى على الأساقفة وعملوا تحديدا متوافق مع توماس لاون. هذا هو مجمع خلق دنيا وتحديداته الإيمانية. بعد بقى ما عملوا كل حاجة، التومس قبل وتحديد الإيمان والأمور ترسخت زي ما هم عايزين، في الجلسة السادسة للمجمع يوم 23 شهر تشرين الأول حضر مرقيان الملك مع القضاء بعد أن تقرر توماس لاون والتحديد الجديد للإيمان في الجلسة السابقة، وأفادوا الملك بأنه قد صاغوا قانون لتحديد الإيمان، وطلب الملك قراءته. فقرأه أسيوس أو إيتيوس كبير الكتبة، وهنا وقع جميع الأساقفة بأيديهم في حضور الملك على هذا التحديد الجديد. أما جه الملك بقى حضر راح كله إيه وقعوا عليه، وأعلنوا حرمهم لنصور وأوطاخي والقديس ديسكورس. وبعد ذلك قال الملك إن عنده 3 قوانين
يريدهم أن يثبتوها بموجب قانون الكنيسة فثبتوها، ونعرف على الأقل قانون منهم كان عبارة عن إيه. نعم، في أحيانا ترتيب الجلسات بتختلف في المراجع يا جماعة، أنا بجيبها حتى بحسب المرجع يقول لي الجسسة أو السبعة، لأن في بعض مراجع بتعتبر أن الجلسة اللي اتحكم فيها على البابا ديسكوروس مش جلسة فما يحسبوهاش، وفي يحسبوها، فبتفرق في الترتيب. فعشان كده هنمشي موضوعيا أكتر من الجلسة رقم كام، لأن المؤرخين بيختلفوا فيها شوية. سيلرز بقى يقول حضر بعد 3 أيام في 25 أكتوبر، حضر كيان الجلسة السادسة في الولاية وألقى كلمة أمام المجمع، لقد جاء إلى العرش كما قال لأجل الدين الصحيح في الصميم، وقد دعا المجلس إلى أن الإيمان الحقيقي يشرق في كل نفس وكل غموض قد انتهى، فلا أحد في المستقبل يتخذ بغطرسة عقيدة تتعلق بالتجسد على عكس ما بشر به الرسل وسلم من قبل 318 في نيقيا، وشهد له لون في رسالته إلى فيلبيان. والآن على مثال قسطنطين المعين من قبل الله كان حاضرا، بيتكلم على قسطنطين الذي كان حاضرا ليس ليمارس العنف ولكن لتأكيد الإيمان حتى لا تكون الأمم منفصلة بل متحدة في نفس الرأي في الإيمان الكاثوليكي الحقيقي. يعني هو بيحط نفسه انه ما زي قسطنطين، زي ما قسطنطين ما حضر في نيقيا عشان كذا، احنا دلوقتي على مثال قسطنطين بنسلك، وانتوا برضو وبناء عليه، فان مهمة الأساقفة مثل مهمة اباء نيقيا هي توضيح الايمان وان ما يعتبرونه حقا يمكن الحفاظ عليه الى الابد. ومرة أخرى قرأ إيتيوس التعريف واستقبل مرة أخرى بصياح التأديد وألحق به الأساقفة المجتمعون توقيعاتهم. وفي الجلسة السادسة للمجمع بعد أن وقع الأساقفة على التعريف وأعلنوا بأنهم أجمعوا على قبولهم التعريف كما يعتقدون، شكر الإمبراطور الله مخلص الجميع حيث أزيلت الخلافات في الرأي واتحد الكل في نفس الإيمان، ونشر مرسومه مهددا بالعقاب الشديد أي من يجرؤ لإثارة الجدل في أمر الإيمان. وفي المرسوم التالي 7 فبراير 452 أعلن أنه من غير التقوى ومن الدنس إعادة فتح محاكمة خاصة لما تم تحديده بخصوص الإيمان المسيحي وفقا لشرح الرسل وتعليم الآباء 318 في نيقيا ومن 150 في القسطنطينية، وما جابش سيرة مجمع أفسس. في تعليقات كتير عايز أقولها بس الحقيقة عايز عشان الوقت ما نطولش. في تعليقات قالها الأب صامويل اللي هو كاتب كتاب إعادة فحص، بيقول من المثير حقا أن الأساس الذي تمت عليه إدانة البابا ديسكوروس لم يكن أنه رفض إقرار عبارة في طبيعتين أو أنه أصر على عبارة من طبيعتين، يعني ما كانش أمر لاهوتي، كما أن ممثل الإمبراطور لم يعتبروا الموقف الذي لم يتمسك به البابا ديسكوروس موقفا هرطقيا، ولكن مع ما فعلوه
هو أنهم أخبروا الأساقفة أن ما يشددون عليه في مسودتهم هو نفس مكان البابا ديوسكوروس الذي تخلوا عنه يتمسك به على الدوام. يعني موقف قالوا لهم طب ما ديوسكوروس بيقول كده تخليتوا عنه ليه؟ يعني بما معناه كده يعني يفهم حتى لو الممثل الامبراطور ما يقصدوش كده، لكن اللي بيخلص منه ايه معنى تخليكم عنه اذا كان يعني ما غلطش؟ وهكذا بدون ان ينسبه ارتقى للبابا ديوسكوروس، نجح ممثله الامبراطور بطريقه بارعه في ان يفوز بالنقطه التي كانت السلطه الامبراطوريه في القسطنطينيه في ذلك الوقت ترغب في ان تحفظها دفاعا عن بابا روما. هي النقطه ديت ان هم يخلوهم يتخلوا عن تمسكهم من طبيعتين ويكتبوا بطبيعتين، لما حط لهم لون وديسكورس قدام بعض تقبلوا مين وترفضوا مين؟ الملاحظة الثانية بيقول الامبراطوران ماركيان وبلخاريا كان في الحقيقة ضد الإسكندرية وضد القديس كورولوس، وكان بلا شك حريصين على أن يسقط الإسكندرية من السيادة التي تتمتع بها في الشرق وأن يضع القسطنطينية مكانها. أضف إلى هذا حقيقة أن المجمع كانت تسيطر عليه قوة لم تكن على وفاق مع تعاليم أباء الإسكندرية، ولكن في نفس الوقت كان للتقليد السكندري وبخاصة القديس كورولوس تأييد كبير في الشرق، كان له أثره لما تمسكوا بالصيغة الأولى المسودة الأولى اللي عملوها لتحديد الإيمان. وكان هناك رجال ضمن اللجنة المجمعية التي صاغت تعريف الإيمان متمسكين بهذا التقليد، وقد نجح هؤلاء الرجال في أن يدخلوا بعض التأكيدات القليلة النابعة من تقليدهم داخل تعريف الإيمان الخلقدوني. ثلاثة، قد زعم تعريف الإيمان الخلقدوني تواصله مع التقليد الثابت المبكر للكنيسة وبالأخص مع مجمع أفسس 431، وكان كل من المجمع المكاني، خلي بالكم من الحتة دهيت، وكان كل من هم زعموا تمسكهم بمجمع أفسس 431، بيقول وكان كل من المجمع المكاني 448 ومجمع أفسس 449 قد زعم نفس التواصل أيضا، ولكن كل منهما بمفهومه الخاص. ولذلك فالسؤال الهام يتعلق بالمفهوم الذي على أساسه يقال عن خلق دنيا أنه متواصل مع مجمع 431 مجمع أفسس، بأي مفهوم إذا كان مجمع أفسس نفسه رفض القول بالطبعتين وحرمها؟ يقول ومن الواضح أن مندوبي روما وممثل الإمبراطور والرجال المنتمين للتقليد الأنطاقي كانوا كلهم متمسكين فقط بالفهم الأنطاقي لصيغة إعادة الوحدة، باعتبار أن الصيغة الادعاء بأن في صيغة لإعادة الوحدة أن دي بقى كأنها هي تجب أو لغت مجمع أفسس عشان بينسبوها للقديس كورولوس. عشان كده قلت لكم من البداية المصالحة دهيت هتكون محور الأحداث كلها فيما بعد. بعد ذلك دعا الملك لما ريسيو، خلي بالكم لما خلاص استقروا عملوا اللي هم عايزينه وبقى كل الزمام الأمور في إيدهم، وتوماس لوين بقت وثيقة أساسية في المجمع، وعملوا تحديد جديد يؤيد التوماس أيضا كنوع من التأكيد
عشان يضمنوا ان يعني الكل في قبضتهم. فمرقيان حب يعمل محاولة مع البابا ديسقورس، فبيقول ايه؟ بعد ذلك دعاه الملك مرقيان بواسطة يوحنا اسقف وقديون ليوافق ويوقع على صورة ايمان خلق دنيا. ده البابا ديسقورس يعني. فقال: اني لا افعل هذا، ولو قطعت يدي وسال دمي على القرطاس ما وقعت. فأصدر الأئمة قرارا ظالما بعزل الطباوي وشاهد الحق القديس ديسقورس. ده تعليق ميخائيل الكبير. الكل ضعف ووقع فيما عدا البابا ديسقورس، لأن في كتير وقعوا عن غير إيمان وعن غير اقتناع، لكن أصبح قوله المشكور: ولو قطعت يدي وسال الدم منها على القرطاس ما وقعت. طبعا التحديد الإيمان والطومس وثيقتين كبار، عشان نمسكها بالتفصيل نقراها ونحللها هتاخد وقت، لكن هنعلق على بعض منها، بعض أقوال منها. نلاحظ على توماس لاون أنه نسب إلى أطاخي أقوال وأفكار لم يقلها أو يكتبها بحسب الوثائق التي نشرها الخلق دنيون أنفسهم. كل الكتب اللي نشروها ما تقالش على لسانه أو له كتابات بهذا، التي نشرها خلق دينيون أنفسهم فيما يخص أعمال مجمع القسطنطينية المكاني 448، أو أعمال لجنة التحقيقات التي شكلها الإمبراطور ثيودوسيوس للنظر في طعن أطاخي بالتزوير في أعمال مجمع 448. دي كلها جت في مكتب مضمون المجمع الخلقدوني. وعلى فكرة أعمال اللجنة دهيت أغفل عنها عمدا في مجمع خلقدونيا، لم يعلق عليها أحد ولا على نتائج التحقيقات. وأيضا أعمال مجمع أفسس 449 التي نشروها، فأتى لاون بأقوال ينسبها له ولم يذكر مصدرها. وهذه الأمثلة لما ورد في الطومس عن أطاخي. فجف الطومس بقى بيقول إيه عن أطاخي؟ بيقول: وكان يجب عليه ألا يتكلم بدون تروي، فيفهم من أقواله أن الكلمة صار جسدا، بمعنى أن المسيح الذي ولد من بطن العذراء مريم كان له قوام إنسان، ولكن لم يكن له جسد مأخوذ حقا من جسد أمه. وطاخي قال كده لما حققوا معه حتى في مضمون المجمع الخلقدوني اللي هم نشروه. هل ذكر كده؟ ويقول: فظن أنه بما أن حبل العذراء نشأ من عمل إلهي، لذلك لم يكن الجسد التي حملته من طبيعة الأمة التي حبلت به. يعني أكنه مش من طبيعة أمه، مع أن سألوه هل ما يعني تنكر أنه من نفس جوهرنا؟ قال: من جوهر أمه. يعني لاون ادعى على أطاخي بأقوال لم يقلها، وهي أقوال خاطئة بالفعل،
واتخذها ذريعة يرد بها، كأني بيرد على الأخطاء دهية، وفيما هو يرد يثبت عقيدة الطبيعتين. فبنقول واتخذ لون من هذه الأقوال الخاطئة التي ينسبها إلى أوطاخي ذريعة لإقرار عقيدة الطبيعتين من خلال الرد على هذه الأخطاء، فسقط سقوطا مريعا في بدعة مضادة للبدعة التي ينسبها إلى أوطاخي. وهذه فقرات من التوماس لاون توضح ذلك. يقول إيه بقى لاون؟ صار الكلمة جسدا وسكن بيننا، أعني في ذلك الجسم الذي اتخذه من كائن بشري والذي نفخ فيه روح حياة عاقلة، وبناء عليه إذ قد حفظ التمييز بين الطبيعتين والجوهرين وقد اجتمع في الأقنوم الواحد. يعني أكنه بيأكد إن خد طبيعة مننا، وتخي بيقول ده ما خدش، لا ده خد طبيعة جسد وبقى فيه طبيعتين متميزتين، وكده كأنه بيرد على إيه؟ وطاخي. وبنسمى يلغي الاتحاد، ما يبقاش فيه اتحاد طبيعي، لأن الطبيعتين هما طبيعتين، يبقى كأني ما فيش اتحاد. مش كده وبس، وكل واحدة من الطبيعتين تقوم بما يختص بها بالاشتراك مع الأخرى. أعني أن الكلمة يقوم بما يختص بالكلمة، والجسد يقوم بما يختص بالجسد. الواحدة تسطع بالعجائب والأخرى تخضع لأنواع الأذى. فأصبح المسيح اتنين، وطالما في طبيعتين يبقى في أقنومين، لأن هو حدد فيه فعلين، الفعل ده خاص بالأقنوم، ففي فعل بشري يبقى كأن في أقنوم بشري حتى لو لم يقل هذا. كلمة فعلين، كل طبيعة دي فعل بالطبيعة ديت وفعل بالطبيعة دي، يبقى إيه؟ المسيح اتنين مش واحد. يقول طفولة المولود عرضت وضيعة بالقمة وعظمة المتعالي أعلنت بأصوات الملائكة. الذي يكيد هيرودس لقتله هو كالبشرية في مهدها، والذي يبتهج المجوس بعبادته ساجدين له هو رب الكل. ولا يمكن أن ينسب إلى طبيعة واحدة أن تبكي بشعور الحزن على صديق مات، وأن ينسب إليها هي نفسها إقامته بصوت الآمر وإعادة الحياة إليه بعد إزاحة الحجر الكبير عن باب القبر حيث انقضى على الميت فيه 4 أيام. هنا الحتة الجاية دي بقى من أخطر ما يمكن، إن بيقول لا يمكن أن ينسب إلى طبيعة واحدة كذا وكذا وكذا من ضمنها، أو أن يعلق على خشبة، وأن يجعل كل العناصر ترتجف. وقد تحول نور النهار إلى ظلمة الليل. يعني اللي علق على الخشبة ده حاجة، واللي خلى الدنيا ترتجف ده واحد تاني. يعني أن يسمر بالمسامير، وأن يفتح أبواب الفردوس للص اليمين. وهكذا لا يمكن أن ينسب إلى طبيعة واحدة بعينها قوله أنا والآب واحد. يبقى مين اللي فدانا على الصليب هنا؟ الإنسان ولا الإله المتجسد؟ وإحنا بنقول ذاق الموت بالجسد فعلا، لكن لأنه طبيعة واحدة وأقنوم واحد فينسب كل شيء للإله المتجسد. ونتحدث عن الجسد،
كعنصر من عناصر الطبيعة المركبة أو خاصية من خصائص الطبيعة المركبة التي تجمع خصائص الطبيعتين بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، ولكنه هو واحد. لا يمكن أن ينسب إلى طبيعة واحدة بعينها، قولي أنا والآب واحد، ولأن الآب أعظم مني. يعني لما قال أنا والآب واحد ده طبيعة، والآب أعظم مني طبيعة أخرى، لأنه كما أن في الرب يسوع الأقنوم الواحد إله وإنسان، بيتكلم على إله وإنسان، ما بيتكلمش عن الإله المتأنس أو الإله المتجسد، اتنين. فكل ما يخص الإنسان ده متميز بيه، واللي يخص الله يتميز بيه. طب والفداء يخص مين؟ فما يتصل بهما كليهما يختلف عما يتصل بهما مجدا، لأن له ما يختص بنا الناسوت وهو دون الآب، في حين أن له مما يختص بالآب اللاهوت المساوي للآب. وهكذا فبسبب الوحدة في الأقنوم التي يجب أن تفهم أنها وحدة في الطبيعتين. وحدة في الطبيعتين إزاي؟ ما هو لو في طبيعتين، إلا لو هو بقى زي ما قال سؤودوريتوس بيعرفوا الأقنوم هنا بمعنى البروسوبون. سودوريتس وقف وعلق لما قالوا أقنوم واحد في غلقدونيا، قال مقصود بالأقنوم هنا البروسوبون. فالبروسوبون يعني الشكل الخارجي أو القناع الخارجي أو اتحاد في الكرامة، لو وكرم الحامل من أجل المحمول. يجب أن نفهم أنها وحدة في الطبيعة. نقرأ من جهة أن الذي نزل من السماء لأن ابن الله اتخذ جسدا من العذراء التي ولد منها، ومن جهة ثانية وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يكن قد وضع فيه أحد، مع أنه لم يحتمل هذا في حقيقة لاهوته، وهو الابن الوحيد المساوي للآب في الأزلية والجوهر، بل بالطبيعة البشرية الضعيفة. يعني كل أحداث الفداء دي بالطبيعة. طبعا احنا بنقول ذاق بالجسد، لكن ما بنفصلش، نقول بالطبيعة بنقول بالجسد كطبيعة مركبة، لكن لما يقول بالطبيعة البشرية يبقى بالأقنوم البشري، يبقى بيتكلم عن شخصين أقنومين. لأن إنكار جسده الحقيقي هو كإنكار آلامه. فإذا كان يقبل الإيمان المسيحي ولا يغلق أذنه عن سماع بشارة الإنجيل، فلينظر أي طبيعة سمرت بالمسامير وعلقت على خشبة، وليفهم من أين خرج الدم والماء عندما طعن الجندي جسد المصلوب بحربة. يعني عنده اللي يقول طبيعة واحدة كأنه بينكر الطبيعة النسوتية، فعشان ما ننكرهاش لازم تبقى طبيعة تفضل زي ما هي بدون اتحاد، كأن لو اتحدت هتتغير، في حين احنا بنقول بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. في نص لتحديد الإيمان اللي عملوه، طبعا كبير فمش هقراه كله، هقرا بعض الفقرات من ضمنه. بيقول في حين أخذ آخرون في أحداث تشويش وخلط إذا ارتأوا بدون أن يفكروا أن الطبيعتين الإلهية والبشرية هما طبيعة واحدة، زاعمين أن الطبيعة الإلهية باختلاطها مع الطبيعة البشرية صارت قابلة للألم، مع أن البابا ديسكورس وقف في خلق دنيا وقال بطبيعة واحدة بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، فيش اختلاط. إلى المتجسرين على القول بأن لاهوت الابن الوحيد قابل للألم، لم يقل أحد بهذا على الإطلاق. بنقول ذاق الموت بالجسد، لكن هو واحد، هو الإله المتجسد. وتعارض كل من يتصور حدوث اختلاط أو تشويش في طبيعتي المسيح، وتنبذ الذين يخيل لهم أن صورته كعبد هي من جوهر سماوي
مين قال كده انه قلنا على نسوته انه من جوهر سماوي لا من طبيعة غير الطبيعة المأخوذة منا؟ لم يقل بهذا أحد. وتبسل الذين يتحدثون بحماقة عن طبيعتين لربنا قبل الاتحاد، محدش قال ان في طبيعتين قبل الاتحاد، ولكن الاتحاد الطبيعة وجدت في لحظة الاتحاد. اما بنقول من طبيعتين، قديس كورولوس يقول لان ما فيش طبيعة كانت موجودة قبل الاتحاد، فبعين الذهن نتخيل كيف تم الاتحاد كما لو ان طبيعتين اقتربوا واتحدوا، فذهنيا بيبقى في تخيل الاتحاد حصل ازاي. اللي هم بعد كده خدوا التعبير دوت ويستخدموها يقولوا احنا ما بنفصلش، بنميز ذهنيا بين الطبيعتين زي القديس كورولوس ما قال. القديس كورولوس قال اميز ذهنيا لما جه يشرح كيف حدث الاتحاد، حيث انه لم تكن هناك طبيعة ناسوتية قبل الاتحاد، فاحتاج للتخيل الذهني لشرح كيف حدث الاتحاد، لانه لم تكن هناك لحظة او طرفة عين الطبيعة الناسوتية موجودة بغير الاتحاد. يقول فهذا الاقنوم الواحد نفسه يسوع المسيح يجب الاعتراف بانه بطبيعتين متحدتين بغير اختلاط ولا تحول ولا انقسام، وهذا الاتحاد لم يلغي التمييز بين الطبيعتين. احنا بنميز الخواص وليس الطبائع. كانوا هما بيميزوا الطبيعتين يبقى في اقنومين. بل ان الطبيعتين مع حفظ كل منهما خصائصها قد اتحدتا في شخص غير منقسم. هنا قال شخص بقى اللي هي مقصود به البروسوبن، غير منفصل الى شخصين او اقنومين، ولكنه هو واحد نفسه الابن الوحيد الله الكلمة. المهم في الاخر بيقولوا حاجة غريبة بقى، فالمجمع المسكوني المقدس يرسم بقى لا يسمح لاحد بان يقدم ايمانا مخالفا لهذا او مختلفا عنه، ولا ان يكتب ولا ان يجمع ولا ان يضع ولا ان يعلم ذلك لاخرين. وكل من تجاسر على ان يجمع معا صورة اخرى للايمان او ان يقدم او يعلم او يسلم دستور ايمان اخر لمن يريد الارتداد الى المعرفة من الامم او من اليهود او من اتباع اي بدعة، فان كان اسقفا يرد من اسقفيته او اكليريكيا يسقط من درجته، وان كان راهبا او عاميا فيبسل. البعض قراءة هذا التحديث صرخ الاساقفة هذا هو ايمان الاباء. وقعوه طبعا كان في وجود الملك. طبعا هم بوضعهم توماس لوين كصيغة إيمانية وتحديد إيمان في خلق دنيا في مخالفة جسيمة لمجامع نيقيا وأفسس، حيث أن قوانين مجمع نيقيا تحرم أي تحديدات وإضافات جديدة على الإيمان. فلكي يبرر الخلق دنيون لأنفسهم إقرار توماس لوين كتحديد جديد للإيمان، ذكروا أمثلة غير متطابقة مع التوماس، مثل إقرار إضافة مجمع القسطنطينية عن الروح القدس، وكذلك قبول رسائل القديس كورولوس ضد نسطور. قالوا لا، يعني طب ما هو في مجمع القسطنطينية عمل إضافة للروح القدس. نعم نؤمن بالروح القدس، احنا كان القانون بينتهي عند الكلمة ديت في القسطنطينية، قال الرب المحيي المبسط من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن. فهنا لم تكن إضافة، لكن ده فعلا توضيح للموجود، توضيح أجمع عليه أو أجمعت عليه الكنيسة كلها. أيضا في مجمع أفسس المجمع أقر كتابات القديس كورولوس كمعبرة عن الإيمان الراسخ، إيمان نقية ضد بدعة نسطور.
لكن ما كانش فيه تحديدات إيمانية. لكن في خلق دنيا في صراحة تحديد إيمان، وهذا الإيمان ليس شرحا لما هو قائم، ولكنه مخالفة صريحة لما تؤمن به الكنيسة. هنا في مخالفة، ما هو الشرح بيشرح ايه؟ ماذا يشرح؟ ده حط تحديدات إيمانية جديدة لا سند لها في كتابات الآباء ولا في الكتاب المقدس. فيقول صار لو انقبطا للحق ضد كل خطأ، وكان عمله توماس متوافقا مع القوانين. يعني هم يقولوا كده، يعني كان إيمان نقيا كافيا للمؤمن، ولكن من حين لآخر عايزين يبرروا التومس بقى، تقوم الهرطقات، ومن ثم أصبحت التومس ضرورية لمقاومة آرائهم. وبيدوا أمثلة غير متطابقة مع توماس لون، يقول قد قام الآباء لشرح الإيمان، أعلن باسيليوس ودمسوس أسوفروما ومجمعي سرديكا وأفسس قد أعلنوا ذلك لغلق فم الهراطقة. كانت التفسيرات ضرورية كما فعل كيرولوس في رسائله إلى الشرقيين وبروكلوس أسقف القسطنطينية. ومن ثم فإن لون لم يبتدع شيئا، ده زيه زيهم، عمل زيهم يعني، لقد شرح في توماس ولكن بدون أن يغير الإيمان المسلم من الآباء. وهنا كذب، غير دقهم أشرح، لكن هنا في تحديدات إيمان مجمع خلق دنيا في تغيير وفي مخالفة. يقول وكدليل على ذلك تم إلحاق مجموعة قصيرة من الكتابات الإبائية لهذا الخطاب بالتخصيص، عدد قليل من العديد من النصوص العديدة التي ربما تم تقديمها كدليل، التي تضمنت تعليما منسجما مع التي في التومس. يعني بدأوا أما عمل التومس والتحديدات جابوا بعض أقوال آباء بيدعوا أن هي تتفق مع الإيه؟ التومس. شوفوا بقى السيلرز بيعلق يقول لي الحتة الجاية، يقول من الواضح أن مؤيدي عقيدة الطبيعتين كانوا يتوقعون مجيء يوم الشر عندما ينهض أعداؤهم القدامى مرة أخرى في قوتهم ويحكمون على المجمع الذي أعطى الموافقة الرسمية على ما يعتبرونه بدون شك وثيقة أسطورية بأنه مجمعا أسطوريا. شوفوا سيلرز حاسس بإيه، بيقول إيه كل ده عاملينه يجيبوا كتابات آباء لأنه عاملين حساب هم دلوقتي مسنودين على السلطة السياسية والشغل المؤامرات، لكن إيمان الكنيسة ما يتخدش بكده. فعارفين إن الإيمان لابد يعني الكنيسة تستعيد قوتها ويقوى المؤمنون، وهيقروا إن الوثيقة دهيت نسطورية، ومن ثم فمجمع خلق دنيا مجمع نسطوري. فعمالين يحاولوا يوفقوا كتابات آباء ويلحقوها بالتحديدات. بنعلق بنقول ايه هنا، كان مجمع أفسس 431 قد حرم أي إضافات أو حذف لما تحدث في إيمان نيقيا، ثم ادعى أصحاب الطبيعتين أن البابا كيرولوس قبل صياغة عقائدية جديدة في 433
بما يدعونه بصيغة المصالح، مما يكذب هذا الادعاء أنه من المستحيل أن يخالف البابا كيرلس ما حرمه مجمع أفسس، كما أنه ليس من سلطانه الشخصي أن يقرر تحديد للإيمان أو صيغة إيمانية ليس لها قوة المجمع. وهذا بالفعل ما أكده في رده على هذا الادعاء. وبناء على هذا الادعاء يوجدون تبريرا لتحديدات مجمع خلق دنيا الجديدة وطوموس لون الجديدة، متزرعين بما فعله القديس كيرلس بصيغة المصالحة 433 بحسب ادعائهم. يعني يكذبوا الكذبة ويصدقوها ويبنوا عليها. طب ما كيرلس هو عمل قبل صيغة للمصالحة، صيغة إيمانية بقت حقيقة، يعني كأن ده أمر حقيقي، وإحنا لون بيعمل زيه وعمل صيغة جديدة يعني، وطبعا كله كذب وافتراء. معروف بعد ما اتحكم على البابا ديسكورس والأمور دهيت، نواب لاون ما كملوش للآخر. بعد ما مشيوا ثبت أساقفة الشرق 27 قانونا، وكان القانون الأول كالآتي: قد ثبتنا الآن أن تحفظ جميع القوانين المفروضة من الآباء في المجامع السابقة. وهنا العجب، حيث يتضح التناقض الكبير في أعمال مجمع خلق دنيا. ففي الوقت الذي يأمر فيه بحفظ قوانين المجامع السابقة، نجدهم قد خالفوا قوانين مجمع نيقيا التي تحرم أي تحديدات جديدة للإيمان، كما أنهم خالفوا قوانين وأعمال مجمع أفسس بقبولهم طوموس لون وبتحديد الإيمان الجديد الذي لا يتفق مع تعليم القديس كيرلس، ولا سيما البنود الاثني عشر التي أقرها مجمع أفسس المسكوني. في كتاب تاريخ كنيسة أنطاكيا لخريزوستوموس بابادوبلوس بيقول إن العمل الرئيسي للمجمع المسكوني الرابع كان موضوع تثبيت العقيدة، وقد شغل ذلك الموضوع الجلسات الثانية والرابعة والخامسة، وفيها اعترف بأرثوذكسية القديس فيليبيانوس القسطنطيني، ونوقش محتوى الرسالة التي بعث بها إليه لاون أسقف روما وقبل فحواها. خلي بالكم من الحتة الجاية دهية قوي: وقد اعتمد في تفسير جملة منها على سؤودوريتوس أسقف كورش اللي هي الطومس. وأخيرا وبعد مناقشات طويلة أقر التحديد اللاهوتي للمجمع المسكوني الرابع قائمة على أساس رسالتي القديس كيرلس السكندري الثانية إلى نسطور، ورسالته إلى يوحنا الأنطاكي، ورسالة لاون روميا إلى فيليبيانوس. ونقض هذا التحديد النسطورية والطبيعة الواحدة، وهكذا تحقق لإسودوريتوس أسقف كورش ما أراده بإقراره بالإدعاء الخاص بمصالحة 433 الذي ينسبه للقديس كيرلس، والذي أصبح سندا قانونيا لإقرار طوموس لاون، وكلاهما كتب بواسطة إسودوريتوس. طوموس لاون بمعرفته وعرض الإيمان اللي بيدعوه عليه أنه صيغة المصالحة، ده أيضا كان كتابة إسودوريتوس أسقف كورش، وكان هو المفسر للطوموس في مجمع خلق دنيا. عشان كده لما جم عند كلمة أقنوم واحد المقصود به بروسوم واحد، في بعض مراجع تنكر هذا، لكن مراجع أخرى عندهم أكدت هذا.
هنجيب بعض تعليقات على ما تحدث في خلق دنيا. جبت بعض تعليقات للمتنيح الأنبا غريغوريوس على ما تم تحديده في خلق دنيا. يبدو أن مجمع خلق دنيا، ده كلام أنبا غريغوريوس بقى اللي جاي داود، أنبا غريغوريوس يبقى أكثر يعني قوة ودبلوماسية في آن واحد. يعني يبدو أن مجمع خلق دنيا أيد توماس لون فصادق في قانونه الذي وضعه على وجود طبيعتين في المسيح بعد الاتحاد، وأن له المجد إله تام وإنسان تام، وزاد المجمع حرم القائلين بطبيعة واحدة بعد الاتحاد. أما الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية في أفريقيا وآسيا، وكذلك الكنائس السريانية الأرثوذكسية والأرمنية الأرثوذكسية، فلا تقر بتوماس ليون أسقف روما ولا بما جاء فيه خاصا بطبيعة السيد المسيح، كما أنها لا تعترف بمجمع خلق دنيا ولا بما أصدره هذا المجمع من صيغ إيمانية. فسواء توماس ليون أو مجمع خلق دنيا يقران بطبيعتين في السيد المسيح، ويؤكد أن وجود الطبيعتين متميزتين بصفاتهما وخواصهما، وإنما تقومان بوظائفهما بالتبادل. ولكن الكنائس الأرثوذكسية المشار إليها لا تعترف بهذا الاعتراف ولا تقر بطبيعتين بعد الاتحاد، وهي ترى أن في القول بطبيعتين تعبيرا جريئا وخطيرا يقترب من تعبير الهراطقة النسطوريين. معلش الجزء ده لاهوتي بقى شوية، لأنه إذا كان سمة اتحاد حقيقي فلا يمكن أن يكون هناك مجال للتحدث عن طبيعتين في السيد المسيح. ثم أن الكنائس الأرثوذكسية المذكورة آنفا تنكر على أصحاب الطبيعتين قولهم بأن المسيح إله كامل وإنسان كامل معا، وترى أن هذا التعبير يسلم إلى القول بشخصين أو أقنومين في السيد المسيح. وكذلك فأنها ترفض أمثال هذه التعبيرات المنحرفة وتلتزم القول بأن السيد المسيح إله متأنس، وهي تذكر ولا تشاء أن تنسى عبارة الكتاب المقدس والكلمة صار جسدا، أو الكلمة تأنس، وهو تعبير واضح على أن الاتحاد الشريف ليس مجرد اجتماع لطبيعتين حتى لو سمي هذا الاجتماع اتحادا عند الغربيين. فما دام القوم يصرون على القول بطبيعتين بعد الاتحاد وعلى القول بأن السيد المسيح إله تام وإنسان تام معا، فهذه كلها تعبيرات تنكرها الكنيسة المرقسية الإسكندرية والكنائس السريانية والأرمنية الأرثوذكسية، وتعتبر منطوية على ميول نسطورية. على أننا وإن كنا بطبيعة واحدة في السيد المسيح كما قال القديس أثناسيوس والقديس يعني جايب أسماء قديس سودوسيس والقديس ساويرس الأنطاكي وغيرهم من علماء الكنيسة الأرثوذكسية، لكنها طبيعة واحدة جمعت صفات الطبيعتين معا بغير اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة أو تغيير، فلا اللاهوت اختلط بالناسوت أو امتزج به أو تحول إليه، ولا الناسوت اختلط باللاهوت أو امتزج به أو تحول إليه، وإنما هو نوع من الاتحاد العجيب الذي تفوق حقيقته كل تعبير إنساني وكل تصور بشري،
وربما كان أقرب تمثيل أو تشبيه لهذا الاتحاد هو التشبيه الذي قدمه القديس كيرلس، وهو اتحاد النار بالحديد أو الفحم. ففي هذا الاتحاد يلاحظ أن صفات النار باقية وصفات الحديد أو الفحم باقية، ولم يتبدل أيهما إلى الآخر. ولا شك أن هذا الاتحاد أفاد شيئا جديدا لم تفده النار بمفردها ولا الحديد أو الفحم بمفرده. وكذلك كانت الحاجة إلى أن يتأنس ابن الله من أجل عمل الفداء الذي رأى الله بتدبيره أنه السبيل الأوحد للخلاص العجيب. وأما التشبيه باتحاد النفس والبدن فينبغي أن يؤخذ بحذر، لأنه إن كان يفيد معنى قيام الطبيعة البشرية الواحدة من جوهرين متميزين بطبعهما، لكنه تشبيه ناقص من حيث أن الاتحاد بين النفس والجسد ليس في قوة الاتحاد بين لاهوت المسيح وناسوته، لأن اتحاد النفس والبدن قابل للانفصام بالموت. أما الاتحاد بين لاهوت المسيح وناسوته فاتحاد بلا مفارقة، لحظة واحدة ولا طرفة عين، وسيظل كذلك إلى الأبد، إذ أن موت السيد المسيح بالجسد لم يقدر على أن يفصل بين لاهوت وناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين. وعلى ذلك فلا يعتذر أصحاب الطبيعتين عن تعبير الطبيعة الواحدة بزعم أن هذا التعبير تعبير أطاخي. كلا، فأنه أولا هو تعبير الآباء القديسين المعتبرين أعمدة من أمثال أثناسيوس وكيرلس ومن إليهما. ثم ما أبعد الفرق بين الطبيعة الواحدة كما تعلم بها الكنائس الشرقية وبين الطبيعة الواحدة كما يقول بها أطاخي. فبينما يقول أطاخي باندماج الطبيعة الناسوتية وتلاشيها في الطبيعة اللاهوتية، تقول كنيستنا بطبيعة واحدة لها صفات الطبيعتين، وتنكر أن يكون قد حدث بين اللاهوت والناسوت اختلاط أو امتزاج أو استحالة أو تغيير. ولا يعتذر أصحاب الطبيعتين عن تعبير الطبيعة الواحدة بزعم أن القول بطبيعة واحدة لها صفات الطبيعتين معناها القول بطبيعة ثالثة. كلا، فنحن ننكر القول بطبيعة ثالثة، لأن هذا القول يتضمن الاعتقاد بالامتزاج أو الاختلاط. ولكننا نؤكد أن هناك أمرا جديدا قد نجم عن الاتحاد الشريف لم يكن حادثا من قبل، هو لقب الإله المتأنس، أو هو السيد المسيح. فهذا اللقب الجديد لا يصح إطلاقه على الكلمة قبل التجسد، بل هو اللقب الذي عرف به منذ يوم التجسد فقط. وقصار الكلام أننا وإن كنا نؤمن بأن هناك أسبابا تاريخية قد بعدت بين الكنيستين الشرقية وشقاقتها الغربية بصدد هذا الموضوع، وأن كل فريق كان شديد الحذر من استعمال تعبير الفريق الآخر خوفا من الوقوع في هرطقة النصاطرة من جانب أو هرطقة اليوطخيين من جانب آخر، وهما هرطقتان على طرفي النقيض. وأن كنا نقر أيضا بأن هناك عوامل شخصية كان لها أثر لا ينكر في تفاقم الخلاف، زيادة على حب الزعامة والرياسة الذي بدأ الرومانيون منذ الزمن لاون أسقف روما المذكور سابقا يروجون له بخلق تبريرات للرياسة الرومانية. وإلى هذا كله أضف تدخلات السلطة الحاكمة، ولم تكن هذه السلطة في هذا الخلاف على الحياد، بل كانت تتدخل بحسب الأحوال لتنصر فريقا على فريق، إما حرصا على استقرار الأمن في اتحاد الإمبراطورية أو تشجيعا لشخص وانتقاما من آخر. وأخيرا وليس بآخر، لا ينسى ما ترتب على إثارة حفيظة بعض رجال الدين الذين أسقطوا من مراكزهم الكهنوتية حقا أو ظلما، سواء كانوا من الهراطقة أو من أتباعهم أو من ظن بهم ذلك. وقد انضم إلى هؤلاء وأولئك أناس من رجال الدين أو الدولة انتصارا لقوم دون قوم، سواء عن حق أو عن باطل،
عن إخلاص أو عن خبث، عن علم أو عن جهل، على أننا وإن أقررنا بهذا كله لكننا لا نستطيع أن نعيد التاريخ من جديد ولا أن نحيا الأحداث التي عاشها أجدادنا، ولا نزعم أننا يمكن أن نفكر بذات تفكيرهم أو نشعر بشعورهم مهما بلغ من وقوفنا على مادة الخلاف وأسباب اللاهوتية والتاريخية. فالخلاف عادة لا يقوم على أفكار مجردة من ظروفها وملابساتها، ولا يمكن أن يفهم على حقيقته بعيدا عن الجو الذي نشب فيه الخلاف والأشخاص الذين لعبوا دورا فيه ودرجة حرارتهم واستعدادهم للتفاهم والتلاقي. وعلى ذلك فنحن على الرغم من كل شيء نقدر الأسباب التي حدت بكل فريق أن يتمسك بالتعبير الذي رآه صوابا ولم يتسامح في التحول عنه أو في قبول غيره، حرصا على الأمانة المسلمة وحذرا من السقوط في تعليم مغاير للتعليم الأرثوذكسي القويم. وأما اليوم فقد أصبح كل فريق أكثر استعدادا من أي وقت مضى للاقتراب من الآخر بعد أن تخلص الخلاف من جوه القديم، وأصبح اليوم مجرد التعبير عن فكرة لاهوتية مجردة. ده كان الحقيقة تعليق أنبا غرغوريوس على توماس لاون وتحديدات إيمان خلق دنيا. بعد ما خلصوا اللي هم عايزينه، طبعا سؤدوريتوس وهيبة وسابيوس جالسين في المجمع من البداية خالص كأعضاء وشركاء، وزي ما ذكر مفسرين ومدعين. لكن صدرت قرارات رسمية من المجمع، ودي كانت من الحاجات أو ظلت من الحاجات اللي تؤخذ أيضا على مجمع خلق دنيا. يعلق أب صامويل يقول إن عدم الاتفاق الحقيقي على مجمع خلق دنيا بالنسبة للأمور التي يشدد عليها السكندريون يرتبط بتعامل المجمع مع سؤدوريت وإيباس اللي هو هيبة، وكانت القوتان المسيطرتان على المجمع روما والقسطنطينية والفريق الأنطاكي، يريدون فقط أن يثبتوا أن الحكم الذي أعلنه مجمع 449 ضد كل من سؤدوريتوس وإيباس كان ببساطة حكما غير مسؤول، ولكن لم يشاركهم في هذه النظرة قسم كبير من الحاضرين في مجمع خلق دنيا، حيث كان هؤلاء المعارضون مقتنعين بأن هذين الرجلين هما في الحقيقة نسطورين، وأنهما أدين بإنصاف، وأنه لا ينبغي أن يسمح للفريق القوي في المجمع أن يصدر قراره بخصوصهما ما لم يقم الرجلان بإدانة نسطور وتعليمه بوضوح. في كتاب مضمون المجمع الخلقدوني يقول في هذا اليوم أيضا قبل المجمع المقدس سيودوريتوس وسوفكورش بعدما حرب نسطور ومقالته وعادوا إلى كرسيه، وفي اليوم الثلاثين قبل المجمع سابينوس الأسف وردوا إلى كنيسته بعد ما انعزل من ديسكورس. يعلق سيلرز يقول منذ أن تم إدانة سودوريتوس طبعا أسفورس وهو يسعى متآمرا، دي احنا اللي بنقولها الأول يعني، متآمرا مع لاون وأوسابيوس أسفدوريليا ومتواصلا مع القادة البارزين في الدولة للتحرر من حكم الإدانة والانتقام من البابا ديوسكوروس. ولم تفلح مساعي هذه إلا بعد نياحة الإمبراطور سيودوسيوس. فسيلرز يقول كان قد كتب في مدح توماس لقد قدم قضيته إلى عناية قادة الدولة البرزين وحثهم على إقناع سيودوريتوس يعني
إقناع الإمبراطور الجديد بدعوة لمجمع عام. عشان كده من أكتر واحد له دور في عقد المجمع ده كان سؤدوريتس، إذ لابد أن يبرأ من القضية التي قام من أجلها لإظهار أنه تم حرمانه ظلما. وعندما عرضت قضيته أمام المجمع التمس بأنه يسمح له بشرح إيمانه، ولكن كان هناك العديد من أعضاء المجمع الذين لم يتمكنوا من نسيان أن هذا هو الذي تجرأ على مهاجمة المبارك كيرلس، وأنه كان صديقا لنسطور. في شخصيات كده يعني ما حدش يختلف عليها خالص، كل قوم وده قوم لوحده، لأن عداؤه كان علني وواضح، وتبعيته لنسطور من البداية معلنة وواضحة. وصحوا عليه مرارا وتكرارا، وطالبوا بأنه يجب أن يعلن فورا حرما مباشرا على صديقه السابق نسطور. وأعلن سؤدوريتس أنه جاء ليثبت أرثوذكسيته، معلنا أنه حرم نسطور وأوطاخي وكل من قبل بابنين، ولكن مرة أخرى لم يستمع إليه المجمع. ده الكلام ده بيقوله سيلرز. فتركا للنزاع أعلن الأسقف قائلا: الحرم لنسطور ولكل من لا يدعو القديسة مريم والدة الإله، ويقسم الابن الوحيد إلى ابنين، لقد وقعت على تعريف الإيمان وعلى خطاب لاون وهكذا أعتقد. أول لما قال بقى وقعت على توماس وكده خلاص يقبل، لكن اللي كتبوا من أمور ضد الإيمان ضد تعليم البابا كيرلس لا ذكر له. وقد فعل ذلك أخيرا وأكد مرقيان حكم المجمع، وتم إعادة سؤدوريتس كأسقف لقورش. فتم تبرئة مين؟ سؤدوريتس، رغم كتاباته وأعماله اللي يعرفها الجميع، الكل كان عارفها. سؤدوريتس زوت اتكلمنا عنه كتير قوي، ازاي كان نسطوري الفكر، وازاي كتب رسالة لماريس اخطأ فيها في البابا كيرلس واتهمه بالهرطقة، وازاي انه كان بيردد نفس الادعاء بمصالحة 433. احد المراجع يقول ان ايباس كان رجلا يشجب مجمع افسس، كان يعني ضد مجمع افسس 431 والموقف اللاهوتي لاباء الاسكندرية وتعليم القديس كيرلس، وكان رجلا مؤيدا لنسطور. وبحسب كلمات احد الكتاب يعني كان هيبة ايضا عدوا اكيدا لكيرلس، وقد اتهم فكره اللاهوتي بالأبولينارية. وتمثل رسالة هيبة نموذجا لوجهة النظر الانطاقية في صيغة إعادة الوحدة 433. وعشان كده لما شافوه أيام كان في الصراع على بين البابا كيرلس وبتوع بعض الشرقيين بخصوص الادعاء بالمصالحة، فراحوا رسموه أسقف بعد رابولا الأسقف الأرثوذكسي، نصبوه على كرسي الرها لاعتبروه سند قوي ليهم خلفا لرابولا. وقد لاقى الموقف العقائدي للأسقف الجديد وكذلك سلوكه الشخصي معارضة كبيرة على المستوى الكنسي الرسمي والشعبي في المنطقة، حتى على المستوى الشعبي كان مرفوض، واتكلمنا كتير عنه ازاي
دخل في محاكمات كتيرة كان البابا ديسكوروس مش طرف فيها على الإطلاق. عندما سأل المفوضون الأساقفة ماذا قرروا بخصوص هيبة، فكانت محادثات صريحة من باشيسينوس اللي هو نائب اللاون من قراءة خطابه: نحن نعترف بأنه أرثوذكسي. خطابه اللي هو المين لماريس اللي هو بيعيب فيه في القديس كيرلس: نحن نعترف بأنه أرثوذكسي. وقال أناطوليوس: أنا أنبذ كل شك فيه، حيث أنه يقبل ووقع على تحديد الإيمان، ولكن أخيرا أعطي بواسطة المجمع المقدس ورسالة لاون رئيس أساقفة روما المقدسة. يعني وقع على تحديد الإيمان وتوماس لاون، وكذلك الباقين صوتوا لصالح إعادة هيبة، ويعلق سيلر ويقول: ولكن لم يصدر حكم رسمي على رسالته لماريس. طب واللي كتبه دوت في البابا كيرلس حصل إدانة لي؟ لا، قبلوا بس. وجدير بالملاحظة أنه بتبرئة كل من سؤدوريتوس عدو البابا كيرلس الذي كتب ضده وضد كتاباته، ولا سيما البنود الاثناشر، وهيبة الذي اتهم القديس كيرلس بالهرطقة وادعى أنه تراجع عن أفكاري وكتاباتي في مصالحة 433. فنقول أن تبرئة مثل هذه الشخصيات وغيرها ممن يماثلوهم يعتبر رفض صريح للبابا كيرلس. ومن ثم فمجمع خلق دنيا لم يحكم على القديس ديوسقوروس فقط، ولكنه رفض معه الآباء أيضا. يعني الموقف ما كانش مع دي البابا ديوسقوروس، لا، قديس كيرلس أيضا كان مرفوض في مجمع خلق دنيا. خلصوا كل حاجة، حددوا اللي هم عايزينه، حرموا الآباء الأرثوذكس، أعطوا الحل للهراطقة أمثالهم، تآمروا في تحالف شر، في مثل بقى بيقول إيه؟ ما شافوهمش هما بيسرقوا، شافوهم هما بيتحاسبوا. جاء وقت توزيع الغنائم، هتصحصحوا انتوا دلوقتي. جاء وقت توزيع الايه؟ الغنائم. طبعا اول حاجه صدر قانون، عده قوانين من ضمنها قانون رقم 28 يعطي تميزا لكرسي القسطنطينية. في خلاصة قديمة للقانون ده ولو تفاصيل، بس جبنا خلاصة قديمة ليه موجودة في مجموعة الشرع الكنسي. يقول: يجب أن يتمتع أسقف روما الجديدة اللي هو القسطنطينية بالكرامة نفسها التي يتمتع بها أسقف روما القديمة. ولهذا السبب فمطارنة البنطس وآسيا وتراكيا وأساقفة البربر يجب أن يقوم بصيامتهم أسقف القسطنطينية. طبعا القرار ده جيب تعديد من الإمبراطور، لأنه هيحقق كذا حاجة. أول حاجة، إذا كانت روما واخدة وضع عشان تميز سياسي، مقر مكانة الإمبراطورية واحدة، ففي روما بيبقى له التميز،
فدلوقتي بقى امبراطوريتين، فالقسطنطينية مش أقل من روما يعني. وأيضا بيضمن أن يبقى فيه هيمنة على الكنيسة في الشرق كله من خلال رئاسة كرسي القسطنطينية. ده على المستوى السياسي. المستوى الكنسي، أناطوليوس حابب كده. شوفوا بس الأحداث هتقول إيه، مش كلامنا من كلامهم. في يوم 30 من شهر آذار أرسل المجمع، مجمع خلقدونيا، رسالة إلى لون يبشروه بالحكم على البابا القديس ديوسكوروس، ويطلبون المكافأة والمقابل، إذ يطلب منه أن يوافق على القوانين التي سنوها حديثا، وتعطي امتيازات لكرسي القسطنطينية وأورشليم وكل من له تعب من أجل لاون. ومما جاء بالرسالة الآتي، شوفوا بيقول ايه. طبعا في كلام ما كنتش احب اقوله. يقول له: اما ديوسكوروس اسقف الاسكندريه عدو الايمان، فهو كان مثل، مش هقولها، خارجا عن، كان يعج في نفسه ولم يستطع ان يرمي احد المجتمعين في الهلاك الا نفسه فقط، كونه فعل أشياء كثيرة رضية. إيه هي بقى الأشياء الرضية دي؟ فأولا بأفعاله الوحشة غلب الأعمال الصالحة، ثم خالف القوانين وأسقط الطباني فيليبيانوس وأوسابيوس الأسقف عزيز الله. واضح من الأدب في الكلام حتى. ثانيا بظلم قضياته برر أطاخي المسقوط المحروم لأجل اسمه. معلش اللغة العربية زي ما بقول دايما بتاع المضمون المجمع الخلقدوني بتبقى ركيكة شوية، لكن جايبها كما هي. ثم هو مثل وحش خصوصي دخل في القرم المغروس جيدا وتلفه، ونزع منه جميع أسماره واستأصله إلى الغاية. ثم أسقط أيضا رعاة خراف المسيح الصالحين، وجعل الدياب الخاطفة مدبرينهم. وليس كفاه ذلك كله، بل تجاسر وحرم الذي أوصاه المسيح بحفظ كرمه. كلام كتير عايز يعني ويرجع في الآخر يقول: وكما نحن كنا متفقين مع الرأس في تصليح الأمور الصالحة، كذلك أيضا واجب لعظمتكم أن ترضوا بأعمال البنين، زي احنا ما كنا يعني معاك في كل حاجة، عايزينك بقى توافق على ايه اللي احنا عملناه. أن ترضوا بأعمال البنين وخاطر السلاطين. ده الإمبراطور وقف معاك برضو. ثم الكرسي القسطنطيني الذي هو مجتهد وغيور في جميع أمور النسك، وهو كان متفق دايما مع قدسكم، لذلك يأخذ أجرته. مش كلامي ده، ده جاي في مضمون المجمع الإيه؟ يأخذ أجرته. ففيما بعد نخبر قدسكم أن كلما عملنا نحن، يعني كلام، لكن يعني لو حبيت أقول يعني طالبين الإيه؟ الأجرة. وهنا يطالب الذين سندوا لون وأيدوا في فساد الإيمان والظلم والطغيان بالمكافأة والأجرة على ما قدموه، كما سنرى في كل من كرسي القسطنطينية وأورشليم بصفة خاصة. بتاع أورشليم بقى
اللي هو خان البابا ديسكورس، ذكر زكريا الفصيح وأورد عنه ميخائيل الكبير الآتي، بيقول: لما دعي يوبيناليوس الأورشليمي إلى مجمع خلق دنيا، جمع إكليرسه مع الرهبان والشعب، وفضح أمامهم ضلال توماس لاون، وحرموا والذين يعترفون بالطبيعتين، وأوصاهم أن يبعدوه عن شركتهم في حال التغيير بالنسبة إلى عقيدة الطبيعة الواحدة. ولما حضر المجمع كان يجاهد لصالح الإيمان إلى جانب ديسكورس، لكن بصيرته عميت ومال إلى اليسار، وبناء على ما تقتضيه مصلحة المملكة وعلى تغرير الملك بالأساقفة واستمالتهم، خادعا إياهم بتواضع مزيف ومتعهدا بمنح كرسي فلسطين 3 رئاسات. يوبيناليوس وعدونا هيدوله ايه؟ 3 مقاطعات تحت رئاسته. سيلرس يقول ايه: قد نلاحظ ايضا ان يوبيناليوس الطموح والمثير للفضول اصبح راضيا اخيرا، وكان قد تجاوز بالفعل اختصاص اسقف انطاكيا من خلال رسامته الأساقفة في فينيقيا والعربية، والخلاف بين الكرسيين الذي اشير اليه بواسطة مرقيان بانه تقرر ان تصبح اورشليم مع سلام. ولكن الامر الاعظم اهمية جدا قرار المجمع بشأن كرسي القسطنطينية، كما رأينا. شوفوا كرسي الاسكندرية دي اللي كان عامل لهم يعني ايه حاسس. يقول: كما رأينا حكم توفيلس، ده كله بتوع اسكندرية، وكيرولوس وديسكورس العالم المسيح الشرقي كفراعنة ثانيين، عمر أبائنا ما كانوا فراعنة، ولكن بعلمهم وقداستهم ويعني استقامتهم كان بيلجأ إليهم. ولكن في خلق دنيا جاءت نهاية مزاعم الكرسي الأسكندري من قبل القانون 28 من المجمع، تم التصديق على ما تم تحديده في القسطنطينية فيما يتعلق بوضع روما الجديدة في الشرق. وعلى الرغم من احتجاجات المندوبين البابويين والعديد من السقفيات بونتيوس وآسيا وتراكيا، تم إضافتها الآن إلى اختصاص بطريرك القسطنطينية. يعني بدأت الغنائب، في ناس حلوهم ادوهم الحل ورجعوا كراسيهم معززين مكرمين، وحرموا القديس ديسكورس وأعطوا هبات وعطايا لكرسي القسطنطينية وكرسي أورشليم. جسيلرز برضو جايب رسالة بعتت للون فيها مدح شوية في لون، أنا هختزل شوية عشان الوقت، لكن بعد ما قالوا له كلام كتير يعني بيقولوا الآن بأن ديسكورس قد تم طرده. بعد أن تم طرده استطاعوا أن يحتفوا بوقت السعادة، خلاص احنا طردناه نحتفل بسعادة بقى. كل هذا مع ذلك لم يكن أكثر، شوفوا الحتة ديت، كل هذا لم يكن أكثر من مقدمة للمناشدة بأن يكرم البابا القانون رقم 28 بموافقته على أولوية كرسي القسطنطينية بالتميز اللي هتاخده جديد. طبعا لاون اول لما سمع وصلوا ان ايه ده، عايزين يخلوا القسطنطينية متساوية مع روما، ده ما يحصلش ابدا،
يقول لكن لو لم ينخدع بمثل هذه الرسالة وبقي على أن ممثليه في خلق دنيا كان لديهم ما يبرر احتجاجهم ضد الابتداع المقيت الذي كان يتناقض مع القانون السادس لنقيا، ورفض أن يثبت القانون الجديد فيما كان دليلا على الكبرياء وافتقار التواضع. اعتبر أن الطلب ده فيه كبرياء وافتقار للإيه؟ رأى البابا تحديا لمكانته البارزة في العالم المسيحي، مجادلا بأن المبادئ التي تحكم القضايا العلمانية والكنسية مختلفة تماما، لأنه حاول قدر المستطاع أن لا يستطيع أناطيليوس أن يرفع القسطنطينية في كرامة كرسي رسولي. أكد أن الحدود القديمة المحددة في نقيا كانت حاسمة ونهائية في قدسيتها. فيما يخص التميزات دي حاجات محدش يقرب منها، دي أمور مقدسة، لكن الإيمان ممكن. وبالتالي حرص على القول في رسائله الغرب أن كرسي القسطنطينية احتل المرتبة الثانية بعد روما. كان دايما المرقيان نفذ القانون ده الحقيقة، لكن فضلت روما حتى في المراجع. أما نيجي نشوف قوانين مجمع نيقيا، في كتير من المراجع الغربية ما يحطوش القانون 28، ما يعترفوش بيه. في 20 من آذار أرسل لاون رسالة للمجتمعين يعبر فيها عن فرحه لقبول شرحي للإيمان والحرم ديسكورس وأوطاخي، ويرفض أطماع أناطيليوس أسف القسطنطينية لأنها تتعارض مع كبرياء لاون نفسه طبعا وأطماعه الشخصية. وهنا يظهر الاثنان قد الصين يتنزعان على الغنيمة بعد السرقة. ده كلامي أنا الحقيقة، ده بدأوا من إيه؟ هيتخانقوا. فبيقول إلاون: ثم أخبركم أن ليس أحد يتجاسر ويروم مال غيره ويزيد أملاكه بنقص مال صاحبه، لأن كل ما يشتاق إليه الكبرياء ويرغب تثبيته بأمر المجامع أن ليس هو يوافق القوانين الآباء المذكورين فهو باطل. ثم يستطيع يعلم قصكم عظم اجتهاد الكرسي الرسولي على حفظ القوانين الآباء من رسائلي التي أرسلتها لأجل تبطيل قصد الأسقف القسطنطيني. وبعت رسالة للإمبراطور لاون يقول له فيها إيه؟ إن أناطوليوس لم يصر أسقفا على القسطنطينية إلا برضاه، لأن أناطوليوس جه بعد فليبيانوس وهو كان بيدافع عن فليبيانوس، فيعني عايز يقول أنا ليا جميلة، يعني إن أناطوليوس لم يصر أسقفا على القسطنطينية إلا برضاه، فيجب أن يسلك بتواضع ويعلم أنه لا سبيل لجعل القسطنطينية عرشا رسوليا. ثم يقول أنه حبا السلام وإعادة الوحدة للأمان امتنع عن إلغاء هذه السيامة. أنا مرضتش ألغي سيامته. دي أنا بديكم فكرة عن من هم أعضاء وأباء مجمع خلق دنيا. أنا تعمدت في اقتباساتي السابقة أجيب من مراجعهم كتير، رغم ان بيبقى شيء ممل انا عارف، لكن لان في حاجات بيغيروها ويغلطوا فيها، فتلاقي المصدر واحد مرة يقول حاجة ويقول عكسها. انا جايب لكم مثل وحيد على افتراء وكذب وتزبير الخلق دنيين للتاريخ. في كتاب مجموعة الشرع الكنسي، وده مجموعة من القوانين والشرائع
شوفوا بيحكوا الأحداث زيت إزاي. يعني معظم الأحداث أنا جبتها لكم مثلا من كتبهم. بيقول بعد انفضاض المجمع المسكوني الثالث ظهر أرشمندريت اسمه أفتيشس رئيس أحد أديار القسطنطينية، وكان من ألد أعداء نستوريوس المبدع، ولم يكتفي بما حدده المجمع في أفسس ضده ضد بدعته، فتطرف إلى القول بأن ربنا يسوع المسيح هو مؤلف من طبيعة واحدة، وأن جسده غير مساوي لجسدنا في جوهره بما أنه جسد إله، وأن الطبيعة البشرية ابتلعت وتلاشت باتحادها مع الطبيعة الإلهية. طبعا القول دوت في الكتب بتاعتهم، خصوصا أقدم كتاب كان ظهر مضمون المجمع الخلقدوني عن وثائق قديمة عندهم، يعني لم يرد هذا القول على الإطلاق. خلي بالكم من اللي جاي ده بقى. يقول في سنة 448 قدم أوسابيوس أسقف دريليوم إلى القسطنطينية، رفع شكواه على أفتيخس إلى فيليبيانوس البطريرك القسطنطين، فجمع هذا مجمعا من 31 أسقفا، وبعد محاولات عديدة حضر أوطاخي إلى المجمع وسئل عن إيمانه، فصدر الحكم بضلاله وتجديفه، وجرد من الكهنوت وقطع من الشركة وعزل من رئاسة الدير. ده حصل بالفعل حسب ادعاءاتهم، يعني حسب الايه اتهامهم ليه. خلي بالكم من اللي جاي ده قوي. سعى أفتيخس وأنصاره لدى الإمبراطور سيودوسيوس الصغير، فكتب هذا إلى البابا لون الأول يطعن بالبطريرك فيليبيانوس ومجمعه، فكتب البابا مستفسرا ورد عليه الجواب فوافق على الحكم الذي أصدره مجمع فيليبيانوس، وأمر سؤدوسيوس، خلي بالكم، بعقد مجمع ثاني في القسطنطينية، فعقد في نيسان 449، وأيد حكم المجمع السابق، وكتب لون رسالة مجمعية مسهبة تعرف باسم توماس لون، ثبت فيها تعليم فيليبيانوس وضلال أوطاخي. في حاجتين هنا أهمهم هقولها. مجمع القسطنطينية اللي في نيسان 449 دي حصلت لما أوطاخي طعن بالتزوير، فشكل الإمبراطور لجنة مجمعية للتحقيق، وهذه اللجنة خلصت وأثبتت أنه حدث تزوير بالفعل، وبناء عليه دعا الإمبراطور لمجمع أفسس. شوف هنا بقى التضليل والتزوير. يقول عقد مجمع في نيسان 409 وأيد حكم المجمع السابق، مع ان اللجنة دهيت اللي هي الحق بالتزوير ما لقيتهاش في مراجع عندنا، دي موجودة في مراجع عندهم هم لان الكلام ده حصل هناك، لكن يزوروا التاريخ. شوفوا بقى باتهام الامبراطور سؤدوسيس يتهموه، يقولوا ايه؟ ولما لم يرق لسؤدوسيس حكم المجمع اصدر امره بعقد مجمع مسكوني في افسس في السنه نفسها 409، واستدعى ديسكوروس نصير افتيشس ليتولى رئاسه المجمع، والتأم المجمع في كذا، وكان الحاضرون 130 منهم يوبوناليوس وديمنوس يعني ومجموعة، وقرر المجمع قبول نواب البابا وقبول أرشمندريت برسوم الذي أوصل الإمبراطور به الإمبراطور. يقول وحمل ديوسكوروس المجمع على إصدار حكم بتبرئة أوطاخي،
بحسب أعمال المجمع لما المذكور عندهم لم يحدث هذا، وآخر بقطع فيليبيانوس وأوسابيوس. وشوفوا اللي جاي بقى ده: وما أنا اعترض البعض على هذا الحكم حتى صرخ ديوسكوروس طالبا القواد، فدخلوا مع الجنود بإشارة من ديوسكوروس، يعني كأنه عمل لهم يعني إيه كده، ضربوا فيليبيانوس وجروا للخارج مهانا، ولم يطل الوقت حتى إيه مات. آدي تاريخ، كيف يزور التاريخ من نفس المراجع أو المصادر، يكتبوا مرة بطريقة ومرة تاني يزوروا الأحداث ويجيبوها بصورة تاني. من ضمن الحاجات اللي يتهموا بيها البابا ديوسكوروس، بيقولوا: رد بخلاف الشريعة بعض أساقفة مقطوعين إلى الكراسي التي طردوا منها بعدل من مجمع أقليمهم، ولم يقل أحد أو يذكر أحد اسم مين الأساقفة دول ولا أي ذكر عنهم. اتهامات باطلة تلقى وبس. هنختم خلاص بحاجتين اتنين بس، خلاص ولا في تعليق بسيط؟ اولا هجيبه للاب صمويل اللي هو كتب كتاب مجمع خلق دنيا، وبعد كده هختم برأي القديس ساويرس والقديس فيليكسينوس في مجمع خلق دنيا. الأول صمويل يقول: ينبغي على أي تقييم لمجمع خلق دنيا أن ينتبه بشكل كاف. الحقيقة أن الأمر الفعلي الذي تسبب في انقسام الشرق عمليا إلى معسكرين منذ صيغة إعادة الوحدة عام 433. أنا عجبني في تعليقه دوت، لأن أول واحد ألاقيه يحط الإيه السبب من أساسه إيه. الانقسام بدأ من 433، وده أهمية اللي درسناه الأول زي ما قلت لكم للمصالحة. بس هو بيقول من صيغة إعادة، هي مش من صيغة، هو الادعاء إنها صيغة يعني، لكن بيقول من مصالحة 433. فبيقول: لم يكن هو أوطاخي أو فيليبيان السبب يعني، ولكن كان التفسير المختلف تماما لمجمع عام 431 نفسه، التفسير بناء على ايه؟ المصالحة، ان دول بيقولوا كورولوس تراجع عن اقواله، والتانيين يقولوا ايه لا، مجمع 431 قائم وملتزمين بتحديداته. فالرجلان لم يكونا سوى كبشي فداء. هو الحقيقة اللي كان كبش فداء اكتر اطاخي، لان من خلال الحكم عليه عايزين يقروا بتفسيرهم وادعائهم، فنسبوا إليه طبعا كل الأقوال اللي منسوبة إليه لا نقبلها، ولو قالها مش قابلين، وهو بالحكم بالفعل اتحرم عليه، يعني أنا مش في مجال دفع ولا أعم أطاخي، محروم من كنيستنا أوريدي يعني. لكن هنا بيقول: فالرجلان لم يكونا سوى كبشي فداء، وضع المعارضون لكل واحد منهما الاتهامات على الشخص الذي يخالفهم، وحاولوا أن يجهزوا عليه كتعبير عن رفضهم للفريق الذي ينتمي إليه ذلك الشخص. وكانت القوى المسيطرة على المجمع، وهي بالتحديد روما من جهة والسلطة الإمبراطورية في القسطنطينية من جهة أخرى، قد استخدمت مجمع خلق دنيا لتحقيق خطتها الخاصة. فروما كانت تريد أن تؤكد زعمها في السيادة الشاملة على الكنيسة، أما السلطة الإمبراطورية في القسطنطينية فكانت تحاول أن تجمع الكنيسة كلها في الشرق تحت سلطة كرسي القسطنطينية. ولم يكن لدى هاتين القوتين الصبر من أجل فحص المشكلة التي كانت تواجه الكنيسة في ذلك الوقت بصورة موضوعية، وتقديم الحل الذي يرضي جميع الأطراف.
ولعل ذلك الأمر كان مستحيلا من الوجهة البشرية. وعلى أي حال فإن الجماعات الكثيرة التي كانت تتبع التقليد السكندري في الشرق استمرت متمسكة بموقفها بصورة شديدة، وتحدت سلطة المجمع متخذة موقفها بثبات على أساس الفهم السكندري لمجمع أفسس 431، أو بمعنى أصح رفض الإدعاء الخاص بمصالحة 433. القديس ساويرس والقديس فيليكسينوس جم مباشرة عقب مجمع خلق دنيا. هنقول يعني ببساطة، مش هنطول بقى دول، بس حبينا نختم بالآباء الكبار. يرى كل من القديس ساويرس وفيليكسينوس أن مجمع خلقدونية جاء مؤيدا للبدعة النسطورية لعدة أسباب. واحد، طمس لون ومصطلحاته والتحديد الإيماني لمجمع خلقدونية، حيث استخدم مصطلح نسطور في طبيعتين، وحرم البابا ديسكوروس مع العبارة الأبائية من طبيعتين. فيقول القديس ساويرس: فلا يغوى أحد من البسطاء بأن المجتمعين في خلق دنيا آمنوا بمسيح وابن واحد وحيد، فلا يعتقد أحد لهذا السبب أنهم لا يقسمون، لأن هذه هي عادة الملوثين بأفكار نسطور، أن يعلنوا بخبث الاعتقاد بنفس الابن الواحد بسبب التساوي في مسمى البنوة أو الشركة، لكنهم يؤمنون بطبيعتين بعد الاتحاد. الكلام ده جه في كتاب كيرلس محب الحق اللي هو فيلاليسس، كتابة القديس ساويرس، وترجم حديثا للغة العربية ونشر. فلم تكن فكرة طبيعتين في شخص واحد إلا تكرارا لما كان نسطور سبق وصرح به. النسطور يقول هناك طبيعتان وبنوة واحدة، نفس اللي بيقولوه في خلق دنيا، طبيعتان وبنوة واحدة. فلغة الطومس تميل بشدة إلى الثنائية والتقسيم، ويقتبس القديس ساويرس من طومس لاون، أما بيقول لاون: ليس من نفس الطبيعة القول أنا والآب واحد والقول أبي أعظم مني، دي طبيعة أقسم الطبيعتين. ويقارن القديس ساويرس كلمات لاون مع عبارة مهمة من مقال نسطور عن الصبر، قال فيها نسطور بيقول: أيها الحكيم، إن طبيعة النسوت هي التي قالت: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ نستطيع أن نرى الفكرة المشتركة بين لاون ونسطور، فكلاهما يريد تنزيه الطبيعة الإلهية عن أن تقول كلمات الضعف، إلا أن سبيلهم إلى هذا التنزيه هو الاعتراف بوجود طبيعتين، إحداهما مسؤولة عن الأمور المجيدة والأخرى تعبر عن الضعفات التي لا تليق بطبيعة الله. ويقول لون أيضا في إحدى رسائله للإمبراطور لونديوس نقلا عن ماري فيليكسينوس، هنا القديس فيليكسينوس بقى، فلون بيقول: بدون عون الكلمة لا يعترف بالرب بسبب عدم مساواته للآب. ويعلق ماري فيليكسينوس عن هذه العبارة: لقد جدف لون بفظاظة وجهل وقال دون خجل إن الرب هو غير الإله الكلمة، وهو الإنسان الذي أسعفه الكلمة، فجاز القول عند ذاك أنه مساو مع الآب. كان هذا التشابه الكبير بين مصطلحات لون ونصر هو السبب الأساسي وراء رفض أساقفة الليريكون وفلسطين ومصر وطومس لاون في مجمع خلق دنيا. ويستنتج أحد الكتاب يعني أن نسطور لو كان حيا
وقت انعقاد المجمع كان سيقبل صيغته الإيمانية صيغة مجمع خلق دنيا، خاصة وأن مصطلحات الشخصية تتفق تماما مع توماس لاون. تاني حاجة لسبب رفضهم مجمع خلق دنيا، أول حاجة قلنا مصطلحات التومس وتحديد الإيمان. تاني حاجة إهمال المجمع لمصطلحات القديس كيرلس الإسكندري، فلم يلتفت المجمع لمصطلحات القديس كيرلس طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة أو الاتحاد الأقنومي أو من طبيعتين، بالرغم من تأكيد المجمع اتفاقه مع القديس كيرلس على العكس. فضل المجمع الاصطلاح الروماني في طبيعتين والذي يتشابه مع مصطلحات نصور. فيقول القديس ساويرس عن هذا الأمر، القديس ساويرس بيقول إيه بقى؟ ونتيجة لذلك فنحن نحرم المجتمعين في خلق دنيا لأنهم استبعدوا من طبيعتين، استبعدوا يعني لفظ إيه؟ من طبيعتين، ولم يؤمنوا بأن المسيح طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة. وبالمثل فإن المدافعين عنهم المثيرين للإعجاب يقدمون اقتباسات من أقوال القديس كيرلس حازفين منها كل مرة عبارة من طبيعتين، وأيضا عبارة طبيعة واحدة متجسدة للكلمة مثلما اتضح فيما سبق اقتباسه، وهم يبترون أيضا على نفس المنوال الإعلان أن الكلمة اتحد أقنوميا بجسد ذي نفس عاقلة مثلما لم يعترف به في مجمع خلق دنيا. ثالث حاجة لسبب رفضهم مجمع خلق دنيا، إن المجمع انعقد بدعوة من النصاطرة زي ما قلنا سؤدوريتس وأتباعه. فوجئت اسم جابه القديس ساويرس دعا المجمع خلق دنيا مش سؤدوريتس لوحده. القديس ساويرس يقول لذلك أيضا دروسيوس الذي أصبح أسقفا لماركيانوبوليس قد انضم إلى ذات الزمرة والشركة اليهودية وقدم التماسا إلى ماركيان نفسه في بداية عهده، وقد وجد خطأ فيما للرتبة التي للأسقفية. يعني عامز يقول يعني ايه ده ما كانش ليه ان يبقى اسقف يعني، وفي الاراء الصحيحه التي للكنائس المقدسه، حيث يقول من اجل ذلك ايها الملوك الرحماء باعتبار ارائهم السخيفه جدا والتي هي اراء مؤسفه جددوا البقاء الثابت للاتحاد الذي بالطبيعه ما دام ممكنا وهناك وقت باستدعاء نسطور من منفاه وتوحيد شعب المسيح الذي انقسم معا خشية أن يحدث ما أصلي ألا يكون وهو تكرار الماضي. يعني الأسقف ده بعت لماركيان بيطلب استدعاء نسطور وعشان ما يحصلش زي اللي حصل قبل كده. والجدير بالذكر أن هذا الأسقف دروسيوس كان قد سمح له نصور بأن يقول في كاتدرائية القسطنطينية إن قال أحد أن مريم هي والدة الإله فليكن محروما. الاسم ده والحدث ده ما عرفناهوش غير من القديس إيه؟ ساويرس. ويؤكد ماري فيليكسينوس المنبجي أن نصور نفسه كان سيكون من المدعوين إلى المجمع لرفع الحرم الذي عليه مثل ما حدث مع شريكي سؤدوريت وهيبة لو كان بقي حيا حتى هذا التاريخ. ويرفق ماري فيليكسينوس نصا من إحدى رسائل نصور جاء فيها: اعلموا يقينا أنتم أيضا المتعلمون من الله أن ما حدده الرجلان الطاهران في لبيانوس ولاون الآنفة الذكر هو نتاجي وتعليمي، تعليم الإيمان الحق. ويضيف أيضا: أما أنتم فاعتقدوا كالقديسين شريكين في الخدمة المعلمين في لبيانوس ولاون، وصلوا ليلتئم مجمع مسكوني كي تثبت فيه تعاليمي أي تعاليم الأرثوذكس أجمعين، وإني لواثق بأنه إذا التأم المجمع سيتم هذا أيضا بعون الله. ويؤكد أسقف منبج اللي هو القديس فيليكسينوس
أن المجمع الذي كان يتطلع إليه نصور هو مجمع خلق دنيا، والذي كان سيعيد نصور إلى الشركة كما أعاد سؤدوريتوس أيضا. طبعا الكلام ده احنا جبنا برضو حاجات منه لما جينا نتكلم عن مجمع خلق دنيا، وجبنا ان القديس فيليكسينوس ذكر كده، يعني دي كانت جبناها قبل كده. شوفوا بقى بالنسبة لرفع الحرم عن سؤدوريس، ده سبب رابع لرفض خلق دنيا. احنا بنقول اسباب رفض القديس ساويرس وفيليكسينوس لمجمع خلق دنيا، في سبب رابع اللي هو رفع الحرم عن سؤدوريت وهيبة. فالقديس ساويرس بيقول ايه؟ لكن ماذا يقول اي احد عن اولئك الذين اجتمعوا في خلق دنيا والذين قبلوا سؤدوريت وهيباس، الذين لم يخفيا هرطقت نصور الخاطئة في قلوبهم فقط، بل أظهروها حقا بوجه مكشوف حينما قرأت محتويات محاضر الجلسات التي بموجبها قطع إيباس ورسالته إلى ماري الفارسي التي امتلأت بتجاديف عديدة، وقد أرسلت لك نسخة منها أيضا، وقد نطق ممثل لون الذي صار أسقفا لكنيسة روما ببراءته مصرحين بالتالي: باشيسينوس والتاني زميله الأساقفة الموقرون والكاهن ممثلي الكرسي الرسولي بيقولوا من قراءة الوثائق ومن تقرير الأساقفة الموقرين نتبين براءة الموقر إيباس أو هيبة، لأنه حينما قرأت رسالتي تبينا أرثوذكسيتها، وعلى ذلك فإن قرارنا هو رجوع لدرجته الأسقفية ولكنيسته التي عزل عنها بالخطأ في غيابه، وقد صدق المجمع بأكمله على هذه الأشياء. طبعا يصدق على هذه الأشياء، الرسالة دهيت فيها اتهام صريح للبابا دي كيرلس بالهرطقة، فمعنى كده ان هذا هو ايمان مجمع خلق دنيا، ومن ثم لا يمكن قبوله على الاطلاق. في الختام هختم لكم بملخص موجز لتطابق عقيدة مجمع خلق دنيا مع عقيدة نصور. نصور كان بيقول ايه؟ يقول إن السيد المسيح بروسوب واحد أكنومين وطبيعتين. قلنا البروسوب تعني القناع أو الشكل الخارجي، يعني وضع أدبي، يعني واحد اتنين آباء كهنة ليهم كرامة كهنوتية واحدة، شخصية كهنوتية واحدة، يعني أو بيقولوا الشخصية اللي هي بتتمثل على المسرح. أما كلمة أكنوم وطبيعة فعرفناها قبل كده، الطبيعة اللي احنا بنشترك فيها كلنا، السمات الطبيعية، كل طبيعة مننا بتاخد فرديتها بأكنوميتها، فالأكنومية هي اللي بتميز وتفرد الطبيعة. أبونا وأبونا قاعدين قدامي كلنا طبيعة واحدة، لكن بتفترق أبونا عن أبونا من خلال أكنوميته. إيه هي الأكنومية؟ اللي هي بتفرد طبيعته، شكلهم مختلف، سلوكهم وتصرفاتهم مختلفة، فكرهم مختلف، ففي صفات نسميها سمات أكنومية وفي صفات طبيعية. الصفات الطبيعية اللي هي يشارك فيها البشر كلهم، الصفات الأكنومية اللي هي تدي تميز لفرد عن التاني من خلال سلوكه وتصرفاته وفكره وشكله وهكذا يعني. فهو قال ان السيد المسيح بروسوب واحد أكنومين، أكنوم إلهي وأكنوم بشري وطبيعتين، طبيعة إلهية وطبيعة بشرية. في خلق دنيا
قالوا ان في اقنوم واحد وسعودوريتس وقف وقال نقصد بالاقنوم البروسوبا، وبناء على ذلك ممكن نشيل كلمة الاقنوم ده ونحط بداله ايه؟ بروسوبا. فاذا كان نصور قال بروسوبا فمجمع خلقدوني قال اقنوم واحد بمعنى بروسوبا، فيتساوى في الحتة ايه؟ دهية. نصور قال طبيعتين، طبيعة إلهية وطبيعة بشرية. مجمع خلق دنيا قال طبيعتين، طبيعة إلهية وطبيعة بشرية. نصور قال أقنومين، أقنوم إلهي وأقنوم بشري. فخلق دنيا قالوا في فعلين ومشيئتين، فعل إلهي وفعل إيه؟ بشري. طب الفعل والمشيئة من الصفات الأقنومية ولا الطبيعية؟ الأقنومية. فطالما في فعلين ومشيئتين إذا ممكن نشيلهم، أو بمعنى صح يساووا إيه؟ أقنومين. فتكون المحصلة نصور قال بروسوب، مجمع خلق دنيا قال أقنوم بمعنى بروسوب، فيبقى بروسوب بروسوب. نصور قال طبيعتين، مجمع خلق دنيا قال طبيعتين. نصور قال أقنومين، مجمع خلق دنيا قال فعلين ومشيئتين، تعني بالبساطة أقنومين، أقنوم إلهي أقنوم بشري. ومن ثم اعتبر مجمع خلق دنيا أنه مجمع نصوري، زي ما قال سيلر بالضبط، قال كانوا خايفين لا ينهض الأصحاب الآخرين يتهموا المجمع بتحديداته أنه وثيقة نصورية وأنه مجمع إيه؟ نصوري. وده اللي حصل. عشان كده طبعا هو مجمع مرفوض تماما. احنا طبعا هنكتفي بهذا القدر. اشكر حسن انصاتكم ومواظبتكم، ونتمنى لكم التوفيق، وصلوا لنلتقي قريبا. يمكن المرة دي ندي فرصة شوية عشان أدي فرصة للي هيحب يدرسوا الكورسات اللي فاتت، لو حد قدر يلحقنا ويكمل معنا الكورس الأخير في المرحلة الأولى يبقى كويس، عشان يبدأ بقى من جديد ما يبقاش الحمل كبير عليه. تفضلوا نصلي.